كده. سيبهم بدي البرتاج. يس عايزي برتاج. مع السلامة ومرحبا بكم. لغالب المرة اللي فاتت كسرت الفورماسيون هذيا، كان فما تغيير في الامبلوا حسب ما قالت لي ايمان، فما برشا عباد ما نجمتش تجي نهار السبت، دونك قلنا علاش ما نعاودوش، معناتها بحكم انه جاي نومبر صغير برشا وبرشا عباد حابه تجي، دونك قلنا واي نوت نعاودوها معناتها اونلاين بشكل على الاقل الناس اللي حابه تحضر الكل تنجم تحضر. وبعد حكينا شويه في العطله قلنا علاش ليه ما نبدلوش شويه حاجات، واخر حاجه تفهمنا عليها انا وايمان انه على الاقل نعملوا كي نحبوا نعملوا حاجه اونلاين نعملوا حاجه هكا خفيفه معناتها، وكان فما اي كود ولا حاجه نجم نبعثها لكم وتنجموا تقراوها انتم في راحتكم خير. دونك مرحبا بكم للاكسبلوراتوري داتا اناليسيس وركشوب. مغلى غالب ما تلاقينيش برشا في الجي دي سي، انا زكريا بن سالم مومبر معك في الجي دي سي، نتصوركم مش تعرفوني اخطا يمكن زوز ولا ثلاثه نقرا بحذاكم في الاف اس تي. خساره ما نجمتش نحضر في برشا ايفينمونات، وماذا بيا نهار كي يجي ايفينمون كبير كيما سي بي هاكا نتلاقاو فيه. جست المواضيع المره اللي فاتت حكيت عليها تن جي اي اي و for now it's just skip it. Okay. What is EDA؟ نتصوره هو ذي السؤال اللي برشا فيكم يحبوا يسألوه. خسارة برشا جوكس مش نجم نعملها ماما. Simply Exploratory Data Analysis. شنية الأسئلة اللي تنجموا تسألوهم انتوما هما كيفاش Exploration و Analysis حاجتين نجم يركبوا على بعضهم، علاش نعملوا Analysis، ونحن جايين لهنا باش نعملوا ماشين ليرنينغ، ما تنحبوا نعملوا مودلز وفازيت ونحسبوا بالمات نتاعنا، اش مدخلنا في لي زاناليز هذوما، والواش هي انسيسيتي، معناتها كيفاش وصلت الحكايه هذه انسيسيتي. ايش نقارنوا التايبس نتاع الداتا اناليسيس اللي موجودين الكل؟ فما الميثود كلاسيك القديمه اللي تبدا اول حاجه يعملوها يديفينيو البروبليم نتاعهم، يجيبوا الدوني يصنعوا موديل ياناليزيو الدوني ويكومونيكيو ريزولتا، معناتها يخرجوها في فورم نجموا يلفريوها معناتها عباد ما يفهموش اللي زيتاب اللي صاروا قبل. وبيجن داتا اناليسيس جوست قلبت الاوردر باش نجم تخلي براير ديستريبيوشن تكون ما بينات الموديل ديفلوبمنت والداتا اناليسيس. EDA علاش EDA يمكن أكثر حاجة مناسبة وأكثر حاجة العباد مال التلب باش أنها تخدم بها، ميم سي فما معناتها حاجات تخدموا بلي دو ميثود الآخرين وما كانتش حاجة ياسر خايبة برشا معناتها. أما علاش نحنا وي أوبت فور إكسبلوراتوري داتا أناليسيس؟ أنا باش نحكي لكم حاجة صارت لي في الـ PFE نتاعي، كنت في الليسونس دخلت اللوج على دوني ما لقيتش، وبعد نسخيب روحي لقيت على كاجل وهبطتها تعديت عليها كيكة تعدية، وحسيتها أنا هكا بالإحساس وقتها تمزلت كي بديت نتعلم، حسيت إنه الداتا دي مش باش تساعدني. وبعد قررت أنا صاحبي بينوم نتاعي إنه من أوبليجي علينا مش إنه نسكرابيو دوني، وقعدنا نجربو ونعاودو باش في الآخر بكل لقينا أكثر دوني ساعدتنا. وبعد تعبتنا برشا وضيعت أشهر من الخدمة وعانيهم هو الحقيقة البينوم نتاعي، خاطر هي كانت كي قسمنا التاش نتاعه هو ما تعبته برشا الدوني، وقعدنا أنا نحبو نطفيه كل مرة تشعلنا نحبو نمشي ونطفيه هي، أما ما نحينيش السورس الكبيرة نتاع النار جس كنا نطفيه بشوية وفي الأخر بكل خرجت حاجة بيا ما مش أحسن ما كان ينجم يكون. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون اول مره لوجنا على الدوني ما طبعا ما لقينا ديفينيسيون واضحه للبروبليم نتاعنا، كي جينا نعملو في داتا كولكشن ما عرفناش شنو هي باش نقيموها الداتا هذيك، ما عرفناش اسكو الداتا هذيك حتى لو كان بالعين هكا من فوق لفوق تبان اللي بين انه ماهيش باش تساعدنا، ما جربنا عليها حتى شيء باش فريمون نحكموا عليها اسكو هي باش تساعدنا ولا لا.
وفي الاخر بكل قان فاهمينهم في الدنيا انت انا وقان في مشاكل ونحن نجيبش نفوض المشاكل دونك اكسبلوراتوري داتا اناليسيس فيش نجم تربحك نجم تربحك في الحكاية هذو مش ديما انت عندك شوا في الداتا كوليكشن ساعات يجيوك معناتها دي سورس معينين خاطر تلقاها مثلا حاجة تخدم عليها انت مازال ما فيش برشا دي دوني دونك انت تلقى دي تروا سورس ماكسيموم لك باش تعمل باش تبسط لك شوا هذاك. تاني حاجة باش تولي معاش تمشي تعمل موديل وبعد تكتشف انه انت مثلا حصلت ولا الحاجة اللي فهمت انت طلعت ماشي كيك في الداتا في الموديل ديفلوبمنت وفاند كونت كان نربحوا وقت نربحوا فلوس دونك هيك علاش هي من اكثر حاجات المربحين ما تعبش برشا وما تخسرش برشا ريسورس التسكي تريننج ولا ايش تحب انت. انا بعد اطلع غلط وما كانيش خدمت بالحاجه دي كان خدمت بالحاجه هذيك ولا مش هذا انا شنو اللي تخيلت واي دو وي دوت هو ذاك علاش اما هيت نفسرها اكثر بميمز. كان جي نقول نعطيكم تابلو ولا في شيء اكسل يبدا فيه 100,000 لينك حتى ماكش باش تشوفهم الكل وباش تفد وما تنجمش تفهمهم كان تشوفهم الكل اما كان مدهم لك في وسط جراف كيما هكا تنجم تولي تبدا تعطي الراي نتاعك نعمل انتربريتاسيون تاعي هكا ونقول هاي الدوني تاعي شنو يتمثل كيف كيف في الميم اللي على اليسار داتا هي برشا ليجو كيك مفرط سورتد انه نحنا خذينا كريتير ونظمناهم دي سو كاتيجوري خلينا نقولوا نحنا رينجد انه وضحنا اليوسفولنس نتاع كل كاتيجوري نحنا presented visually هذيك اللي هي كيفاش نحنا نعمل كي نعملوا بلوت تولي الدوني عندها قيمه وعندها روح معناتها انت كي تغزل الدوني هذيك اترافير التابلو ماكش تفهمها ماك تغزلها انت في جراف نجم تفهمها. كان انا نعطيك ليستة في 10 اسامي 6 منهم من عشان مثلا سي 4 منهم رجال ماكش باش تنجم تفهم انه 60% منهم نساء و 40% منهم رجال مش جست تقعد تركز في برشا حاجات اللي نجموا يضيعوا كل كي اليمنت كانت في الداتا هذيك انه ديستريبيوشن نتاع قداش من المرأة على قداش من الراجل العكس بالعكس واكسبلين الحكايه اللي حكيتها انا تو انه قلت هاي الدوني هاي كيفاش تبلوتيت وها تو انا باش نقرا معاك علاش انت باش تعمل هكا وهكا ولا علاش ما لازمش يصير هكا خاطر هاو الدوني شنو هي حكمت باه. الحاجه الاخرى اللي واي نوت شور اف اي كان تراست ذس داتا جيت انا مثلا قلت لكم ما نعرفش انا الدوني ذي انا جربتها وخرجت لي مناش عارف احسن موديل صحيح تو الكوكب الارضي كله باش يطير ومش اليوم مش نورمال كان على الاخر اما انت باقي مازلت متردد فما حاجات يصيروا من بعد اللي نجموا يعملوا انفلونس على الاكوريسي نتاع الموديل دونك انت تقول خاطر مانيش عارف اسكو هي كليند على الاخر تلفصوا العبد يعرف الموديل شين لازم يرجع ابري قاعد يلز في الداتا مش انها توصل الموديل اكوريسي هذيك والا العكس كومبليتمون انا جيست نخدم انا في شركه وعارف اللي هاي سورس تاع الدنيا صرفنا عليه برشا فلوس استعملها وانا ما نعرفش عليهم هم اللي مدوه لي هذاك شنو وصارت لي الحكايه هذيا وقت خدمت انا وشكون قلت له هاو سيت ذا احسن ما انا لقيت انه الدوني فيه مريقلي بالعين معناتها اخترنا بون هو يحكي على البيع والشراء في الكراب كي دخلت الطياره نلقى برشا فزيت كي نحط الصوم صفر بالشكاكة يخليك انت تكلمه في التليفون فاست كيما هكاك مي السيت الاخر كان سافا معناتها بريزوما ريقلو في لي دوني نتاعو يحاول يعمل دي كونترانت كان عملت هذيك بالعين هو كي سكراب لي دوني ذوك مجابه اكتشفت انه فما برشا مشاكل وما لازمش طول كارنيش دخلنا طول فلاحنا معناتها كيكا هاي بشراني وموديل خاطر حطينا ثقه في السيت قلنا بون السيت مادام فرض عليك هذه لازم تكون مثلا نومبر وذيك لازم تكون هكا وذيك لازم تكون هكا
وانا سكرابيت ونجلس نحيت سكرابينج اللي جبته وانا الدوني سكراب نظفت. دونك باز الدوني نتاعي انا مريقله باز الكراب الكل عنده مسوم نس كل عندها نفس لي زانفورماسيون كاينين. مي بعد اكتشفنا انه فما مثلا دي كاتيجوري تاع كراب ما يحطوا لهمش دي زانفورماسيون وحدين اخرين يحطوا لهم وهي جست كانت انفورماسيون ريليفنت للبزنس هذاك. معناتها البزنس هذاك سامحني البزنس هذاك يتطلب انه فما كراب مش عارف انا مصل كارز ولا مش عارف كيفاش تلقاني لازم تنديكي فيهم حاجات ولا كراب غاليين لازمك تقول راهي فيها هكا وفيها هكا. فما شكون حاب يقول حاجه؟ ما تصوت فيا. الو اوكي دير محمد أصلا. دونك فما فانسي كارز لازم يكون فيهم هكا وكل نوع تاع كارت لازم يكون فيه اللي انت ماكش تفيق بهم كان ما باش تعمل اناليز به. شوفوا الدنيا محلاها كي نجم نعمل برشا جرافس ونجي نفسر لك حاجة وفي من با يمكن دقيقتين انت كانت توسع بالك تقرام الجرافس امو الكواليتي تاع التصوير خايبة ما كانت تقرام الجرافس تنجم تخرج بحكي. وكان انا اصلا نبدا نحكي لك فيها الحكايه ونوريك الجرافس الحكايه اللي حكيتها لك انت باش تلصق في مخك. وكان انت ماكش اصلا كان جي خويا الصغير اليوم زي ما نعرفش نقولوا يقرا في الكوليج ويغزر لهم التصاور هذوما يمكن ما يخلطش نفس الاكسبلانيشن اللي خلطت لها انا مع علاقه اللي نجم يفهم. دونك كنت نهار اخر كان باش تخدم مع عباد اللي هما ما همش تكنيكال تقام سيلز ولا يخدموا في الماركتينج وكل ايزي على الاخر انه كي تجيب سورس دوني كبيره ياسر تسامبلي فيها تنظفها وتعمل بها جرافس باش كي ياخذوا هما الجرافس هذوك ينجموا يبيعوا الحاجه هذيك ولا ينجموا يزيدوا يفهموا البرودوي هذاك. فما حاجه تحت اخرين اللي في الواي كيما choosing the correct model تقاك مثلا الدوني اللي جبتها انت منش عارف انا فيها برشا تكست وشوية ارقام. المشكلة انه تكست بعد كان مثلا تحب تعمل نور نتورك في برشا تكسير كرايم كيفاش باش تعديه الغادي جي انت شتعمل تقول بون خل نجرب ترى تعمل تمشي تقعد كسر في كرايمك تعمل فيهم الفازات الكل في الاخر يطلع الاكريسي نتاع الموديل خايبه برشا وقد ما حاولت ما نجمتش تطلع. بعد يضرب في مخك تقول تراخ خلينا نشوف بلي شنيا هال لي دوني الكل من على شنيا يحكي تكتشف انه التكست طلع ما عنده حتى علاقه مو يفيدكش بارابور للبروبليم اللي انت عملت له ديفينيسيون تاعو وكارك جست اكتفيت بالارقام والاعداد اللي جاوك في وسط الدوني ديك معناتها لي كولون اللي فيهم الارقام والاعداد كانوا يكفيو وانت جزء ضيعت وقتك واستعملت الموديل الغالب. دونك توا تمشي ترجع تفهم شنو هي النوع نتاع الموديل اللي تنجم تستعمله وتوظف فيه الحاجه هذوك. اكسبلوراتوري داتا اناليسيس هذا يحضرك من بعد باش تعمل فيتشر انجينيرينغ خاطر كان انت تعمل طلة ساعة مسبقة على الفيتشرز نتاعك ويقولوا نحن نظفت وصلحت الدنيا وريقلت الامورها ونحيت برش حاجات زايدين جي تبدا باش تجرب اول مره باش تعمل معناتها موديل صغيرون كي جست تفهم الحكايه شنو هي تعرف روحك اسكو قربت الحاجه صحيحه ولا تكتشف انه اوكي خرج حاجه باهيه محترمه لكن ماهيش البيست اللي نحب نخلط له. دونك تيكي باش ترجع تحاول باش تعمل شويه فيتشر انجينيرينغ على الاقل يكون عندك فكره على الفيتشرز اللي فيهم ما يتخدم ديجا شفتهم وعندك مخاوف منهم ولا خممت فيهم قلت هذه والله ما كرهش تكون نزيد نعمل عليها طلة أكثر. تمشي مثلا عش تحسب standard deviation تكتشف أنه هي فيها variation قوية برشا دونك تراخ نعمله هكا وهكا ولا شبه الدنيا ذي كي طو الكولون بكلها ولات معاش ساعة دونك دروبي الكولون ومعاش نستعملها أصلا.
فما حاجة أخرى اللي هي مرات كانت تحب تعمل مثلا سكيلينج، ولا كانت تخدم بكاتيجوريال داتا ونان كاتيجوريال داتا مع بعضهم، كيفاش ايدي باش يبسط لك الحكاية هذيك ومن بعد مش تولي أصلا ريفليكس. دونك تولي فيسع فيسع تخزن الحاجة، تفهم اللي هي مرات تنجم تسبب لك مشاكل، دونك تشد فران وتفضها مع وقت. اوكي هاتو وي دوت. السيشن هذايا باش تكون خفيفه برشا، باش نشوفوا كيفاش انه كي ناخذ انا سورس تاع دوني، ربي ناخذ من سورس تاع دوني، السورس ينجم يكون مش موثوق برشا، ونحب نجرب الدوني هذاك نخدم بها حاجه. دونك ما اللي فاتت انا خليت العباد يسالوا يحب يعطيو هما سواديزون ديفينيسيون تاع بروبليم، والمرة دي اللي باش نربحو أكثر وقت أنا باش نعطيكم البروبليم اللي خممنا فيه نحنا. أنا السورس تاع الدنيا جبتها ديجا هي فيها مشاكل، لإله الحمد لله صلى الله. دونك جيست باش نحكيو على الداتا بريباريشن، جبت دوني على المرة هذه على ثمانتي أنا، مي المرة الجاية لازم ترد بالك. جبت دوني تعرفش عليها بالضبط كيفاش ولا علاش مش عندها من داخل، تحب تبريباريها باش انك تتعدى تخدم. باش نشوفوا شويه فيزواليزيشن في الاخر، دونك جوست بلوتيت سامبل ولا كيفاش نعملوا بلوتيت. ما نيش باش نكسر لكم نيوزكم برشا ونقول لكم الفازات البيزار والحكايات البيرد كلهم في الفيز، على خاطر الفيز جوست تمشي تجيب كود من الانترنت وتابليكي. الانتربريتيشن تاع الفيز ولا علاش استعملنا الجراف هذيك هي اللي اهم، ما تعليش نعمل بلوت هذي ما نعملش البلوت هذي والعكس بالعكس. فما شونس انه نعملو جست انيشال مودلز باش هكاكا تفهموا اكثر انه معناتها الدوني اللي حضرتها انت باقي عندها its own limits، اما ما نعرفش نحن تو دي بون قداش باش نخدمو في الحاجتين دول. No time to explain, get in. Donc steps to follow باش انك you do your first successful EDA. بعد انت تتحسن اكثر، يصعبوا لي problem اكثر، يتبدلوا حاجات. اما this is the most basic. شوف القى وحدك definition تاع problem ولا كان جيت definition تاع problem ديجا بيعلق. بروبليم كيما سمبل ستاف مثلا، اسكو الميل هذايا سبام ولا لا. اوكي سي بون، انا جيني تكست هذاك فيه كلام لازمني نفهمه باش نقول اسكو الحاجه هذايا خايبه ولا ماهيش خايبه. اوكي سي بون، عمل ديفينيسيون صغيره للبروبليم. نعرف اللي انا باش نخدم تكست، وتكست مش نلقى فيه معناتها الداتا اللي باش تجيني جوست كلام، ما فماش دي كولون فيهم ارقام عديد نجم نحسب بعمان. لازم نعمل تريتمون على التكست هذاك، رد منه حاجات فيهم ارقام، نتصرف كيفاش نخدم. دونك انا عندي فكره ديجا على البروبليم، نجم نتوقع بليز مون دوني كيفاش نمشي يكون فيها بريباريشن اوف داتا. دونك لازمك تطلع لي كاركتيرستيك فوندامونتون تاع الداتا نتاعك شنو، وتكون فاهمه الدوني اللي باش نخدموا عليها نحن تحكي عن ماتلاب. دونك كي كاركترستكس المرة اللي فاتت صحابكم قالوا انهم قداش فيها من كالوري، قداش فيها من بروتين، قداش فيها من نوترينس اون جينيرال، هي بحد ذاتها المثلة قداش دوز. فما شكون سأل مرة اسكو تخلط تكفي معناتها نمبر معين من عباد توكلهم المثلة هذيك. هذوما كلهم كي كاركترستكس تلقاهم في الداتا نتاعك. دونك انت لازمك تكون فاهمهم وتعرف كيفاش تتعامل معاهم. لازم تكون الداتا سيت كلين معناتها ما فيهاش مشاكل وسخ، وتم باش نشوفوا نحن بك خاطر هذوما هما المشاكل وين يظهروا. ولازم الريليفنت داتا تكون منحيه من بعد كي باش تعاد تراني موديل. علاش الريليفنت داتا منحيه ولا هي شنو الريليفنت داتا؟ وتسمي العباد كان انا عارف عندي داتا سيت وصعيب راه باش تلقى اسامي العباد. لما نفترض عند داتا سيت في اسامي العباد، وانا جيت نحب نشوف اسكو العبد هذا باش يشري ولا اسمك ما يعني حد شيء، وما ينجم يحكمش انه اسمك يعني انك باش تشري الحاجه هذيك. معناتها واو اللي اسمه احمد كا وشر جافي باش يشري تليفون، ميكس نو سنس. دونك
data دونك هنا نحيا كولون الفرنسي. analyzing data هي انك تشوف مثلا العبيد اللي يشتريوا تليفونات تلقى عمرهم بين كذا وكذا، هذيك هذه حاجه صغيره من analyzing data شنو فيها. دونك هي حاجه استباقيه بلوز موان باش تخمم فيها بينك وبين روحك قبل ما تتعدى للفاز تاع الموديل ديفلوبمنت. اما هي باش تلمح لك على شنو تركز. اكثر داتا سيت معروفه جربنا بها الناس كل داتا هي الامنيست، كلي فيها تصاور نتاع الارقام مكتوبين بالستيلو وانت باش تديتكتي الرقم هذاك شنو. دونك كان تبع الكور تاع ارتفيشال نيورال نتورك، لو تكتشف انه السيد اللي عمل الكور هذاك قال انا هاو مخي كيفاش خمم ومشي عمل الموديل واكتشف بعد ان الموديل ما خممش كيفه، كيفاش وصل لها الاكسبليكاسيون انه الموديل ما خممش كيما هو خمم، ممسي هو جيب ومتى البشر كيخزر النومر ومكتوب بستيلو يعرف، والموديل نتاعو كيخزر النومر ومكتوب بستيلو عارف. دونك هو على الاقل نجم يخلط الكونكلوزيون هذيك خاطر عمل الاناليز نتاعو. وريزلت ريبريزنتيشن انه تريبريزنتي الداتا سيت تاعك في وسط جراف. كي تدخل الكاجل يعطيك دي جراف بسيطه جدا، ما يمشي يقول لك قداش فما من حاجه نول، لي كولون شنو هي ديستريبيوشن تاع مثلا العدد كيفاش، باش يعطيك ملخص. انا قبل ما نتيليشارجي مثلا الدوني هذيك نجم ندخل نشوف الريبريزنتيشن تاع الداتا سيت كيفاش باش تكون، والريبريزنتيشن تاع الداتا سيت باش تكون اكثر من هيك. معناتها انا عندي بوبولاسيون يقضيو من كارفور، ما نعرفش انا نجم ريبريزونتي العباد اللي هما مثلا صرفوا برشا برابور قداش الوقت هذاك في الشهر، كانوا مثلا راس الشهر والعباد صرفت برشا بون قضية الشهر هذيك، كان وسط الشهر والعباد صرفت برشا فلوس، دونك هذوكم بروبابلي عباد لباس عليهم. معناتها انك تريبريزونتي الداتا نتاعك باش تخلي العبد يعمل انتربريتاسيون از وات بي كول ريزولت ريبريزنتيشن. نحب نسمعكم انتم اكثر حاجه، هي اني نحب نشوف نسمع نحكي مع بعض شوي، اسالوني كان تحبوا. عسلامه زكريا. عسلامه. حبيت نسالك مانيش فاهم شو معناها فيتشر انجينيرينج. باه فيتشرز يا حاجه باش نشوفوها من بعد بروما خما فيهم ككولون، لي كولون اللي في الدنيا ما كان عندك تابلو هما لي كولون اللي في التابلو هذوك. وفيتشر انجينيرينج هي باش تعرف كيفاش تبدل الحاجه هذيك. مثلا عندك جمله توصف البرودوي نتاعك، علاش نمشي البيت، فما حاجه خدمناها اللي هي تسكرابي لبوش فيسبوك تاع حاجه معينه انت تقولها له، مثلا سكرابي جي دي سي اينيت سكرابي لك بوش فيسبوك تحدد لك اسكو البوست اللي عملته جي دي سي اينيت في النهار هذاك كان ناجح ولا مش ناجح، ولا الباج كلها ناجح ولا مش ناجح. انا كي باش نجيب بوست باش نجيب معاه النمبر تاع اللايكس والشيرز والكومنتس هذوكم عديد واضحين، مي الكلام اللي تكتب في البوست هذا يكون نجم يكون عنده اهميه، هو انا كبشر نعرف ليه عنده اهميه، ميل كموديل من بعد الموديل ما نجمش يعرف. انا اخترت ريبريزونتي الباراجراف هذيك كقديش فاهم من كلمه، قديش فاهم من حرف، قديش فيها كذا، قديش فيها كذا، باش تولي اعداد، باش الاعداد هذوكم يتجمعوا من بعد بالاعداد الاخرين ويولي فما لوجيك الموديل نجم يراه. ان شاء الله نكون جاوبتك على سؤالك. تمام فهمتك ما تعرفك. باه وسيم سألتني على الويب سكرابينج كيفاش تصير وشنو هما لي ميثود. باه جست فيسع خاطر ممكن انا وإيمان نجمو نتفاهمو انو نعملو سيشن كامل على السكرابينج كانكم انترستد. فما زوز انواع هما الديناميك سكرابينج وستاتيك ستاتيك سكرابينج تو ديبون من السيت كيفاش مخدوم. انت جست كي تعمل انسبكتي لليمو تلقى الكود ال HTML هذاك، تمشي تدخل البلاصه تلقى فيها الكلام نتاع حاجه هذيك دوبل كليك تبدل لها الفالور نتاعها. كنا جربناها نتصور الحكايه هذه قبل. كي تسكرابيش معناتها انك تجيب الباج هذيك
بال HTML نتاعها، فعاد ما تجيب من فوق معناتها تجيبها قبل ما تترندر الباج في وسط البراوزر، تحطها عندك انت مع الكود اللي باش تكتبه يحطها عنده، ويقعد يلوج بشويه بشويه وشنو الكلمات اللي انت تحب عليها. مثلا كنت تقول له جيب لي ليباليز ا ولا ليباليز هاش درشنية، ولا جيب لي تابلو، هو يمشي بشويه بشويه يجيب لك التابلو هذاك. دونك يولي عندك كلام في وسطه HTML في وسطه صانت CSS داخل بعضه، بشويه بشويه لازمك تنظفه. دايناميك لازمك تستعمل الوتي كيما سيلينيوم، ان هو باش يعوض الكلافي والسوري نتاعك. دونك يولي هو يكليكي ويعمل وكل ويعدي لك لي باج اللي قاعدين يجيوه، معناتها تولي الحاجه ديناميك. ما ديما انت باش تجيب باج HTML تصف قرده عندك تخدم عليها، وذاك هو كيفاش نعملوا فيسبوك سكريبت. ممسي فما دي ميثود تو تطوروا برشا على انه الحاجات السامبل هذوكم، مي كي سوفي تفهم هذوكم تنجم تبدا. وكان تحب اعمل طلع على سكرابي وبيوتيفول سوب، سكرابي اس سي ار ا بي جري وبيوتيفول سوب، هما اكثر دوز اوتين نستعملوهم. سكرابي باش نسكرابي بيه، بيوتيفول سوب باش ننظفوا بيه ولوجوا بيه الحاجات اللي سكرابينهم. اي فوالا، احسن اكزامبل اللي عطاها ستوف قال لك باش تحسب البي ام اي، هذا كاين نجم يكون ان فيتشر معناتها انديكاتور من بعد مهم برشا، اللي هو انك خديت ويت وهايت وضربتهم. دونك كانك تو وليت نجم تزيد فيتشر وتولي تغزر على حكي اوكي طولك 1.80 اما توزن 200 كيلو، معناتها بون نجم انا نقول عليك اللي انت سمين مي سيونس مثلا. بون انا ضارك كبرت برشا مي سيونس مثلا، كي نعطيه انا بي ام اي وعبد سيونتيفيك قولي ليه راه هذاك انسان عادي مش بصحته. فمش كون اخر عنده سؤال يتفضل. أحمد باش يسأل بالكش يكتب في الكيستيون تاعو. ممكن سينو تفضل اللي حب يسأل. ما نعرفش كان مازال يكتب، أنا جوست حكاية فارغة ماهيش حاجة كبيرة. بلي زكريا ريسامون قاعد نخدم في بروجي معناها داتا فيزواليزيشن على الكوفيد، وقاعد نبورتي في لي دوني نبورتي فيهم من الويب تول معناها من الوورد اوف ميترز. صارت لي مشكله انه الداتا سيت ناقصه، اسكو شنو هي لي سوليوشن اللي نجم نستعملهم في الداتا كلينينج واللي هما لي بلو بيرفورمون معناها كي تكون عندي داتا سيت ناقصه وانا يلزمني نستعمل كان داتا سيت هذيك. بالعكس سؤال بي على السؤال، قلت سؤال كيف اش تقصد بها ناقصه؟ ناقصة دو تيل فاسون مثلا عندي 150 بي، فما مثلا التوتاليتي نتاع لي مور باغ مليون في كيما نقولوا فيهم الكل الا 10 كعبات، والفرق والاكزامبل يطبق على برشا حاجات على برشا دي كولون معناها. اي نحن باش نشوفوا الحكايه هذه. المشكله وين انه اي ديما يصيروا فيهم مشاكل تاع الكوفيد، خاطر في ساعات دول ما تحبش تعطي الحاجه اللي انك المشكله. سامحني قصيت عليك، والمشكله مش كان في الكوفيد، تجم في اي داتا سيت تجم تخدم عليها كي تكون حاجه كونفيدونسييل، ولا كيما مثلا صارت زاده في الكونفيرسيون تاع الدولار والانفلاسيون اللي صارت في امريكا ريسامون معناها فما تكتم كبير. دونك شنو هي الحل؟ إذا كان أنت مثلا تحب معناتها البوبولاسيون تاع لي سيلول هذوكم صغيرة برشا
ممكن تقول انت مثلا انا مضيع 5% من الدوني جست عادي معناتها ما يقلقش خاطر يصيروا المشاكل دوكم ساعات هو راه يبدا يتعمر الدوني ما صارت مشكله ولا صفر عليها في الكونيكسيون كيفاش جيت كان برشا كان مثلا 20% ولا 30% من الدوني جيو كان يقصين نجم لهنا انت كل كولون كل فيتشر تخمم فيها وحده فما مثلا انت تجي تشوف تلقى حاجه الفالور تمشي مثلا بين 0 و 0 5 دونك تولي تقول بون اللي جاتني فارغه تنحطها 0 ومامسيه باش تعمل انفلونس مي ما تقلقش برشا انه كان نحط هنا 0 ولا تمشي تشوف الافريج مثلا السالير مويان هو مثلا 2000 في الداتا سيت هذيك تقول اي اللي ما عندوش ما جانيش سالير نعطيه السالير مويان المشكل فيش انه لازمك تجرب معناتها ولازمك تكون فاهم بلوز مول الكولون هذيك لشني ترمز اي تو فهمتك هذاك مناش خفت انا معناها للفيجواليزاسيون كلها تجيني ماهيش بريسيز معناها تولي فما مشكله حتى من بعد هو راه الفيجواليزاسيون متقلقش برشا راه كي يبدا نومبر تاع الدوني كيما قلت لك شويه اللي ناقص مش برشا اي فهمتك زكريا ثانكس ا لوت اني تايم احمد جربي ناش اسال سؤالك كان عندك وي تسمع فيا اي نسمع فيك اوكي كنت عندي مشكله في الميكرو حبيت نسال جوست على لي زوتي اللي نجم نستعملوهم في الديتا اناليسيس فما بار اكزومبل الار ولا البايثون ولا حتى اكسل شنو هما لي زافونتاج ولي زانكونفينيون تاع كل واحد باه اكسل ريلي امان عليش يستر ليميت اكسل فما ميم تاع اكسل هكا اكسل از نوت داتا بيس اكسل از نوت هي هو راهو ليميتد معناها اما كي تبدا باز دوني كي عندك داتا سيت مثلا ماشي ياسر كبيره يستعملوه برشا خاطر لاحظت ياسر 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 يستعملوه في المرشي ياسر دوموندي بون هو صحيح راهو عنده الحاجات نتاعو معناتها انا صاحبي بالكدا خدم بلاجين كامل على الاكسل بجوست العباد اللي يخدموا معناتها في الشركه هذيك كيما كان لي فورمول ماتيماتيك هذوك بون عمل البلاجين هكاك حتى هو لازم يطلع لهم الجراف والفازيت بالبلاجين هذيك راه ليميتينغ برشا في الليكا انك انا عندي باش نعطيك اكزومبل بسيط جدا انا عندي ابرجمون كلاود شاري في الاكسل نجي نحط كل شهر انا قديش باش نصرف وقديش تكلف كل سيرفيس من الحاجات تاع الكلاود هذوك ونحب خويا بعد راه روحي انا قديش قاعد بروغريسي في الخساره ولا في الربح نتاعي بروبر الوقت اكسل صح عليك خاطر كيما قلت انت دوني خفيف ما مش يفوتوا 100 حال ليني معناتها احكي لي كولون كيف شويه تك 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 عادي اما ما نجمش نربطه معناتها من بعد بحاجه اخرى باش يتعبني على الاخر كان انا مثلا نحب كل ما تصير اجو جديد نتاع الدوني يتعاودوا يتكلكلوا مثلا دي جراف ويطلعوا لي في وسط داشبورد من بالاكسل ساي وحلت ما تنجمش معناتها ليميتي على الاخر خاطره مسكر ياسر ما نجمش تخرج منه الحاجه وكان باش تكبر الاشياء معناتها تاع لي دوني والقيمه اصلا تاع الدوني كان باش تكبرها برشا باش تضيعك على خاطر انت تحب تلقاك تخرج مثلا قديش هي عندنا دات سيت تاع الماركتينغ هكاك قديش عبد يصرف في الجمعه هذيك تاع العام معناتها الجمعه تاع العام هم رقمين الاولى الثانيه الثالثه قديش العبد يصرف في الجمعه هذيك برابور للكاتيجورين تاع العمر نتاعو في ديكا معينين عرفت يبداو يتزادوا لي كونديسيون بالطرف خاطرك تحب تنحي ولا تحب تزومي معناتها على عباد معينين هذاك بعد شتعبك ياسر كاش تعملها بالاكسل بين ار وبايثون انا حقيقه استنست اكثر بايثون ولي زوتي بريسك كلهم تعلمتهم بايثون نفس الحاجات في معظمهم باش تلقاهم يخدموا على الزوز على ار وبايثون وفي الاناليسيس معناتها علاش باش تضحي بانداس بكلها اللي هي باش تلقاها في كل بلاصه وكوميونيتي وايز كان تسال اي سؤال الناس الكل تجاوبك كان تحل كاجل شاقه الناس الكل تمبورتي في بانداس
بر كونتر ار ريستريكتد اكثر معناتها ممسي اتس بيج كوميونيتي رفهم عبيد يقول لك ليه علاش ار عنده كوميونيتي نتاعو وانا الحقيقه نحسه ريسيرش اورينتد اكثر معناتها بايثون كان انت جوست تحب تجي يا باش تبروغرامي حاجه كبيره برشا ما باش تسحق فيها داتا اناليسيس خفيفي ولا سمبلي تحب تعمل ريسيرش انتنسيف برشا وعندك في مخك ديجا بلان حاضر على انت شنو باش تعمل معناتها ماكش جوست تحط في سخك في الماء تحب تشوف الماء بارد الماء سخون باش تعرف اسكو تبدا ولا ماكش تبدا انا هاو كيفاش نكلاسيهم ادفانتجز وايز بين بايثون وار نجم تنجليجيهم انت والسيتياسيون فماش حتى أسئلة أخرين نو يو شور جايز فماش أي سؤال آخر جست أنا على بين بايثون وآر خاطر عندي مدة نخمم معناها مازلت واحد شوية ينتعلم يا بايثون يا آر مش كسك في الفاك نقراه بالآر ونعرف اللي بايثون دوموندي أكثر قلقتني شوية الحكاية اسكو أصلا اسكو سؤال في حد ذاته اسكو مهم اسكو سي فريمون امبورطون باش تعرف وتقعد تخمم برشا تستعمل بايثون ولا آر به هو راهو بايثون اتس بيزك على الاخر وصل الحاجات اللي باش تخدم بهم لنا ولا باش نخدموا بهم بون بقل عليها معناتها اكتبها في حتى 10 اسطر بايثون كود من غير ما تكون كالبايثون ويزرد معناتها تعمل كل شيء في ستار كل عادي معناتها ما يقلقش كلها باش يعطيك برشا ريسورسز وقديش انت اصلا باش توصل تاكل كي باش تعمل حاجه ماهيش نظيفه ياسر امبوسيبل باش تخلط تاكل قد ما موديل معناتها كله يرحي رام وسي بي يو رام وجي بي يو قديش توصل انت تكتب بايثون بالخايب معناتها It's easy to learn على الاخر تنجم تك تتعلمه اصلا بالعين معناتها كان نوريك معناتها الكود تولي بشويه عينك تكبتي الفازيت وتولي كوسي ما فهمت واكثر حاجه تقرب للجو دونك انا ننصحك ما تنفيستيش فيه برشا وقت برا تعلم ار وكل ما تلقى تيتوريال ولا حاجه على حكاية انت تلوش تحب تفهمها بون جو تشيك بوث وتتلقى روحك بشوي بشوي ربحت وقتك وتعلم زوز حاجات فرد وقت عايشك فما حتى عندنا عنده سؤال اخر تعديه يمين تصور ناس كل تعرف شنية جوجل كل أبا. فماش عبد معنا لهنا ما جربناش مع جوجل كولاب I'm not so sure of course so شكون ما عندوش فكرة على جوجل كولاب you know small intro I think wouldn't hurt جوجل كولاب okay small intro خنرجع البرتاج دي كرون بيه لا بركة مش ترحموا على والديهم جماعة جوجل خاطر رتحونا من أي حاجة سمحوني رتحونا من أكبر حاجة جوجل كولاب هي بلاتفورم تنجم أنت تعوض جوبيتير وكناكوندا وكالخورميتك اللي تصبوا في البي سي ذوك كل جست تولي جي تكتب البايثون كود تاعك لهني يتبع نفس الفكرة عندك دي سيلول تنجم يتحط فيهم تيكست يتحط فيهم كود كل سيلول تنجم تترانا وحدها وكي تبدا تهب شوي بشوي يهز الريزلتا ويكمل يهبط بها الافونتاج اللي يعطيه جوجل كولاب انه اخطا انه يحط لك كل شيء في الدرايف نتاعك مش ما تقولش اه ها فورمات البي سي وضيعت الخدمه وينجم بيان سور يبوشي لك الخدمه نتاعك على جيت هاب يعطيك برشا رام ويعطيك اسباس في الديسك باش نجم تحط الدوني نتاعك ذيك زادة تقعد مشكلة شوية من بعد كي نتطوروا أكثر باش نستحقوا أكثر سباس دونك بي سي نتاعك ينجم ما يكونش عنده رام
في البي اف وقت البينوم نتاعي جينا باش نبلوتيو هال الدوني اللي جبناه طلب منا 10 جيجاوات رام دونك لو جنتي 10 جيجاوات رام شكون عنده فاضلين هكاك على جنب دونك اخت الرام والديسك وكاباسيتي في السي بي يو نجم لهنا تجي تولي تقول انت مثلا انا باش نسحق برشا وفيها لازمها برشا كالكو دونك تختار هي تخدم على تي بي يو جي بي يو زوز يمدهم لك كل شيء بلاش باش تلقاه لهنا كل بروجيس باش يعطيك فيتشرز اكصح وكاو ما فما حتى ريستريكشنز ولا باش يقول لك اكاهو استعملت ساعه من زمان سكري ولا خلصني باش خليك تراني قد ما تحب يسجل لك خدمتك الجي بي يوز والتي بي يوز باش يقول لك عايش خويا يفضلك احشم كي تبدا ماكش تستعمل فيهم ديزاكتيفي خاطر نومبر ليميتي وبرشا عباد على طلبتهم دونك دوموند كبير هذه ان امينيت شنو هو جوجل كولاب باش نحاول نزيد نربح الوقت ونعاود نرجع من بعد للأسئلة نتاعكم خاطر باش يبداو يتزيدوا الأسئلة بشوي بشوي حضرت الكولاب هذي دونك قول لي ايمان كان الخط واضح ينجم يتشاف ولا تحب نعمل زوم كورس نتخيل نزيد تعمل زوم ممكن خير and from a few questions actually already معناها already الكولاب وكاجل كيف كيف في حكاية الديسك وجي بي ورا اهو بشاف شيء داتا سيت سورسز ذي اول حاجة واسهل حاجة نجم خطرة هاي قدامي محطوطة هنا الله على بركة منعرفش اللي سألني السؤال اسك قاعد ترا ولا ريتو السيت هذا كان تمشي تكتب UCI وتكتب داتا سيت مش عطيك لين كيما لين هذاك دونك تجي انت لهنا ريبوزيتوريز هما فما 622 داتا سيت ما ظهرليش خينا وين مشيت لا مولفات لقيت اكثر ولا نقرا في حاجه بالغلط قلت لك تجي لهنا تسيرشي اي داتا سيت تحب عليها تنجم تكتب الكود نتاعها ولا تنجم طول مش عارف انا مثلا فلاورز دونك هو مش عندي جوجلها رغم اول اللي هو ذاك هو الداتا سيت دونك هو جاب لي لهنا داتا سيت قال لي شنو فيها حكي حكي كذا كذا اعطاني انفورميشن attribute information relevant papers شاتيك ورشة حاجات عليها البربس نتاع EDA انا شني باش نحاول نزيد الركز عليه اكثر خاطر مش تلقاه وقليل كان باش تصير لك الحاجه هذيك ما كان صارت لك انك توح كما يعطيكش هذا attribute information هي بالرسمي حاجه نتنجم تصير انه ما يعطيهم لكش السورس تاع الدنيا هذيك بالخاص في تونس خاطر في تونس انت معظم الوقت يقول لك دبر راسك سكرابي الدوني ويج ما نعطيك حتى شيء ما نمد لك شيء ما فما شيء كذا كذا يبدا يقول شاد عليك سنيل تاعك دونك انت كي تروح في اتريبيوت انفورميشن لازمك تلقى فصول انك تفهم شنو هي الحاجه اللي جبتها كان سكرابيتها من الانترنت ولا كانت سلفتها من بلاصه ولا مش عارف عليك كيفاش تصرفت وجبت الدوني هذيك في معظم الوقت مش تلقى attribute information بك لأن الاناليسيس تاعك خفيفة على الاخر تك 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 تتعدى تبلوتي وتخرج السلام عليكم وكو اخت UCI نحن قاعدين نخدم على بلاتفورما هي بولمو مش fully functional اما اسمها هاي كدات سيتس بوانتين هاي المنظر انت تسمعوا فيها اي صباح كل ما هي فيها الدوني اللي باش نخدموا بها نحن الوركشوب هذايا وماذا بينا انه يوصلوا العباد من عشنا مثلا شكون فيكم اليوم كان حب يسكرابي ولا يتبرع بدوني سكرابت ولا حاجه جست انه فما يجي يحكي معايا خاطر احنا لان مازال ما حطيناهمش الرولز مي فما رولز ماذا بينا تو فولو ريسبكتيف البرايفسي نتاع العباد
نصور جاوبتك على كيستيون تاع ليكزامبل كان لي كيف كيف اكتب ميساج تاعو نقول لك انا وقت تخدم على جوجل كولاب ولا انا كوندا الحقيقه باش نحبش نكون بايست على جوجل كولاب اما باش نقول لك بريس جوجل كولاب خاطر شنو الفرق بين انك تخدم جوجل كولاب ولا على البي سي نتاعك بون ديفينيتلي وقتها جوجل كولاب من غير ما تخمم جوجل كولاب خاطر باش نوصلوا بلي وركشوب النيفو انه بيسيك براسي ما عادش نجم يرانيهم دونك ديفينيتلي جوجل كولاب وقتها كولاب وليو فيه برشا فيتشرز تحفونين على الاخر كيما لحظة برك كيما هذا شكون كليك سنة على الاكسيل وقليرا وفيتشر صحف من على الاخ شفت انا كي نسوفي كليكيت على البطن ذيك وليت نجم نصرف يديك كاكسيل ونجم رهب نجم نعمل دي فيلتر نجم نكوبي نجم نصرف ببرش حاجات good luck doing that ان انا كنت دونك انا الحقيقة بايس اكثر على جوجل كولاب الجوجل كولاب والكاجل كيف كيف في حكاية الديسك والجي بي يو والرام اتين جوجل كولاب يعطيك اكثر بالاخص في الجي بي يو على خاطر جوجل كولاب متسهل برشا وفما فازات واللي يحبوا يعملوهم انه يبدا عندك سكول ايميل وكل معناتها في حاجات جوجل فازات كيما انك تحط سكريبت يبينج يروح وكل درجة الحشم الكيل باش هو مش بدون الليكشن ماشين نتاعك كنت تقعد تراني في المشين الليكشن الموديل نتاعك عندي 43 وجيست عندك مع سكريبتك صغيرون قاعد يخلي في الكولاب كله حي وكو الله راح تسكر بزيك تمشي الله راح دونك انا نقول لك انه جوجل كولاب في الجي بي يو اكثر popular open data repositories اوكي فما شكون popular repositories Thanks. دونك تصور مدي من الناس كل فما حد تسأل سؤال آخر نكمل به أنا حضرتك أوكي به أوضح حكى يمين وأنا أي عبد تقول لي كان هكا أوضح به نتعرف على صديقنا ورفيق الدرب نتاعنا بانداس هو الوتي اللي يخليك تمانيبولي داتا سيت خاطر تقول له داتا سيت معناتها تابلو تقول له تابلو معناتها دي كولون ودي ليني دوب البنمباي تقول لي ايه لاني قراو بريبا واستعملوا برشا نمباي وخدموا برشا الليماتريس كل بنمباي اما يقعد ليمت نمباي مشغول شي تعمل معناتها مع العداد ويخليك تحسب بانداس يخليك تعمل كل شيء بانداس يخليك تفلتري تبلوتي تلم شو تعملهم على نفس الدوني هز جيب تحب تقرا من الاكسل تحب تقرا من فيشي سي اس في تحب تقرا من اي عنده بالرسمي بلوزور تيب دو فيشي نجم يقرا منه تلمت العباد الكل قال تعرفش كيفاه نعملوا اكثر حاجه فليكسيبل نجم نستعملوها باش مانيبيوليو بها لي دوني واضح بانداس سلام كل حاجه بريسك باش تشوفها كل توتوريال باش تراه يشم ريحه الدوني باش تلقى من الاول بكل امبورت بانداس اس بي دي من غير ما تخم بانداس از لو بانداس هو العبد اللي تتخيلوه انتم نهار كامل هو يجي ويجري في خاطركم انتم باه قلنا النجم نحلو في شيء من لي زو ار ال هذوما يا لهني كي نعمل داونلود لهني باش يحل لي دوني كليمتو وكان نكوبي الليان هذين ولا نجم نستعملهم كيف من يو سي اي ونصور لي سورس الاخرين زاده كاجل داتا سيتس كيف تنجم تيليشارجيها وتقام بعد هوستد في بلاصه ولا تنجم جوست تابلودي ممكن تحب تابلودي تحب تبلودي في شيء تجي لهنا تمشي تلوج تلقى ما تهزت الفيشي اللي تلشارجيه تحطه لك اما تنسيش راو كان
كان سكرت الكولاب هذا ما كان تسكر الفونيتر هذا راهو لي فيش الفيشي اللي ابلوديته ما يقعدش الفيشي اللي تخدم به انت يقعد من اللي انت عملت له ابلود واستعملته اذا كيتنح دونك ماذا بيك دو بريفيرونس تابلوديه مع الجيت هاب نتاعك كيما نحن هذاك شعملنا وتولي تقرا من يو ار ال فانداس نجم يقرا الدوني من يو ار ال alert duplicate names, names are allowed gonna skip this part شنو تنجم تعمل اخر تنجم تكون عندك كيما في يو سي اي ساعات يعطيك يقول لك ريت الدوني نتاع مثلا تصور النوار هذاك باش تلقاهم هو مقسمهم تصور النوار في فصل الشتاء تصور النوار في بالكاميرا درشنيه مشقعبه هكا هما كلهم بريسك نفس الكولور مي كل مره شنو هو لوتيل اللي عامله باش اختف نفس التصويره ما كوبش حطهم لك في داتا سيت دي داتا سيت مختلفين فما كومبيتيشن زاد تلقاهم يعطيك اكثر من 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 داتا سيت دونك اللي مهم لك في شي بوان زيب ولا بوان رار تنجم تكتب انت دي كوموند لينكس فوست كولا هذاك زاد افونتاج ما يجوز اسمك تحط قبلهم الشكل هذي اللي من ديما ننسى اسمه نقطة تعجبل ونقطة استفيل دونك تحط الفازة هذيك وتولي تكتب الكوموند تاعك دونك نحن لهنا جست كتبنا الكوموند اللي تيليشارجي في شيء وعملنا له انزيب دونك سيبوزي كانت راني هذيك باش تلقى لهنا في شيء دونك تيليشارجي وعمل له اكستراكسيون دونك هاوك الفيشي ولا حاضر عندنا اللي نجم نستعمله وذي باش ما نقعدش كل مره نجي اليو سي اي نتيلي شارجيه نجي لهنا نعمل له ابلود ونسكر انا البي مش مشي نقرا صور حل بي سي نضيع ترسين عاود نعمل به اذا في قلنا تصب الفيشي من غادي نجم تقرا وداتا باس تلقى فيها الدوني تاع الفيشي هذيك باهي دونك هذا كله تابع اللاب اللي خدمناه باش نطوش نبدا في الصحيح بحكم انه بانداس ينجم يخليك تقرا الفيشي باليوري الفيشي لازم يكون تعرف الفورمات نتاعهم لهنا نحن الفورمات نتاعنا هو سي اس في اللي في شيء اللي تفصل ما بينات الكولون والكولون فيرجو معناتها انا كنجي لهنا نوريك لي كولون هذوما دونك بين برودوسر وكاتيجوري برودكت وكالوريس بعد لوط بكل فوسط في شيء باش تلقى باش تلقى سايد فيرجو البسكوي فيرجو الجوفر درشني فيرجو 29 فيرجو 28 فيرجو كلهم بيناتهم فيرجو ترجع للستار سي ستار جديد ما غير ما ندخلوا في التفاصيل علاش سي اس في فايلز نستعملوهم في الدوني وكل خمم فيها كانوا جزء يخلي لك ستوكاج وتايت على الفيشي اقل الفونكسيون اللي باش نستعملوها نحن هي ريد سي اس في كل شيء اللي هنا راهو باش يولي اسمه على جسمه نحب نقرا في شيء سي اس في ريد سي اس في ريد سي اس في شنو نعمل باش نفكتها في وسط الفاريابل داتا يوريل نتفهمت لحظة برك ماشي ولا دونك الفيشي هذي خطر استعملناه في وسط لاب قريناه قبل دونك جبنا بانداس اللي طبعا نجم نحيا من هنا قرينا سي اس في فايل هذا و هو يشتغل زيك سي اس في فايل ماكش نجم ترى عليه حد شيء انت كانت تبعت لك يعني انا قلت لك مش شفت تو الفازه اللي في كلها بنحبكم ترى ما تقولش كل مره تكتب برينت وهكا نجم تو سامبلومون تكتب اسم الفاريابل اوكي بس بي كيرفول انه كان من عاش انا قلت x تساوي واحد نجمش لهنا نجي نكتب داتا باش تظهر هكا ونجي قبلها نكتب
تظهر تظهر كأنت كاكا معناتها ديما في شيء آخر variable وبس. دونك كي نجي نغزر أنا كي نجم نشوف إنه لي دوني نتاعي ما أنا حكيت لكم بكي قلت لكم أحكيو على الماكلة. دونك أنت مثلا دخلت للسيت نتاعنا datasets.in مش مكتوبة مكتوبة ديليس فود داتابيس سيدة وديليس تحكي عن نوتريشن سورس باي تنس وكولكتد باي نصير كيفي اور دير فريند. دونك جيت لهنا اش قلت سيدة وندو ديليس برشا عديد واشكال غريبة وعجيبة جدا ونحب نعمل بهم سوليسيون للمشكلة نتاعي مرضي انا نتاع البروبليم والا ما نرد اكثر انتراكتيفيتي انه نخليكم تشاركوا معايا نهبطوا على درافيس كورس نهبطوا على نخليكم تشاركوا معايا اقترحوا انتم شنو هي تحبوا البروبليم يكون ميمسي هو راهو الداتا سيت هذيك مشغوله سبيسيفيكلي للبروبليم هذاك. انت ايش تقول ايمان should we speed things up ولا ميسالش But just in case, I think you shouldn't speed things in general. Man, of course, we should have sessions of green. So, خد وقتك والمهم تتعدى المعلومة بالبيه بالبيه. بيه. طبعا بس نحط حاجة في الوسط بيني أنا وبيني أنك. Data set هذي علاش collected؟ أبغى collected باش نعملو description للproblem نتاع العباد اللي في كاليفورنيا جيم. ومش لأي عبد في كاليفورنيا جيم، ما العباد اللي جوز تمشي مش باش ترينا، ما يجوز تمشي خطرة باش تحب تقول أنا نترينا في كاليفورنيا جيم. دونك العباد هذوما كان يتعداو من الخدمة نتاعهم ولا من القراية نتاعهم، وطول مشاو لكاليفورنيا، بس باش تعداو جعانين معناتها. ويقول لك كان يشدوني العباد بالكمشة وأنا ناكل في الملاوي ولا وضرب لها عجة. طوي قشلوني برا علاش لين نمشي ناخو حاجه خفيفه نجم ناكلها تك تك. دونك الحاجه الخفيفه عاده شنو باش تكون جو بشكوت كيك حاجه كيما هكا هو متر ما يهموش في السبور دونك باش يكون بلابزي في الماكله نتاعو وما يهموش شنو لي كونسيكونس نتاعو اما يهمو نوعا ما انه ما ياكلش حاجه باش تثقلو في لونترينمون وباش تفسد عليه بلوز موا شويه على الاقل السبور اللي عامله سينو باش يسمن و فهمتني ما عادش عنده الحق انه يقول تفرجوا محناني ومبهاني. باهي قلنا البروبليم شنو؟ انه باش ناخذوا الحاجات اللي تتقرمش مع سيدة وديليس باش نلوجوا شكون يكون مناسب اكثر باش السيدة ذي الفشله نتاعنا ينجم هيك الحاجه هذيك. دونك كان انا نعمل حماص قريب شويه لكاليفورنيا جيم ونبيع البرودوي هذاك عندي ثقه بريسك كبيرة برشا في روحي انه البرودوي هذاك باش يتباع ونجم انا فاسيلمون نبيعو بالكلام للكليون هذوك. اما كيفاش نطلعو انا البرودوي هذاك؟ انا قررت باش نتعامل يا مع السيدة يا مع ديليس مادام هما لي فورنيسور نتاعي. انتوما بور لو مو متعرفوش تعرفوا اللي هما فما دي فورنيسور خاطر فما لي حاجة تقول لك لي برودوس وفما حاجة تقول لك كاتيجوري معناتها الماكلة هذيك اللي تتقرم شنو هي الكاتيجوري نتاعها هذا اسم البرودكت قداش فيه من كالوري ليبيد ساتوري غلوسيد سكر بروتين سيل وبورشن سايز جست نعطي كومنت على البورشن سايز. معظمهم كانوا محسوبين البورشن سايز نتاع ما تكتب لك هذا قال لك 100 غرام مي الاخرين كلهم قال لك ديجا راهم 100 غرام. دونك العبد اللي قايد اول مره جست كتب واحده ولا زوز بعد اكتشف لي هما سيد وديليس في لي زانفورماسيون نتاعهم عطاوك قالوا لك راهي كل شيء حسبناه لك بار 100 غرام دونك جست جي قايد كل شيء بار 100 غرام. انا كعبد ما نعرفوش اللي جاب الدوني دونك انا حسبوني جاتني طول الدوني هذيا بعد كي باش نعمل تريتمون باش نكتشف انه بورشن سايز فارغ فارغ دونك ما عاد ما تزيدني دونك نجم نطيح نستغنى عليه بحكم ان هي مش تفيدني في حد شيء. برودكت نيم تاعو زاد كيف كيف معناتها النيم نتاعو ينجم تقول لي انت عنده دخل في تسكيه ماركتينغ وكل
مي بافري مو معناتها جست حب نطلع عليه اكثر برودوي مناسب في الكالوري والليبيد والجلوسيد والسكر والبروتيين. اسمه هو اسم البرودوي بحد ذاته مش يفيدني برش. دونك نجم نبدا تو نسكرولي بشوي بشوي نكتشف انه فما دي فورنيسور مختلفين، فما دي كاتيجوري مختلفين، فما دو كاتيجوري عن نفس الفورنيسور يختلفوا على بعضهم. فما هذوما الاشكال الغريبه سلاش تي وكا كالوري وغرام، هذوما ما نتصورش نجم نستعملهم حروف هما. فما واحدين فيهم صفر، فما واحدين فيهم تيري، الدنيا مكلة معادة شوي. نجم نستنتج انه ما نجمش طول ندخل نستعملها الدنيا ذي. طيب باش نبدا نعمل في البلوتس نتاعي والجراف نتاعي، والعشية باش نمشي العارفي كهوسيب ونفضيت هنا باش نترقى باش نعملهم كل تسند دوبل لايك ذات الدنيا كيما ناكي. دونك على الاقل لازم يصير تريتمنت على الداتا، دونك تخدم شوية حاجات باش نجم تفلتري الداتا. يجي نبدا بشوي بشوي كيفاش ندروبي كولم. كي تجي تقول له data.drop تعطيه الكولم، هنا لازمك ترد بالك خاطر فما زوز فانكشنز يستعملوا حكاية الاكسس هذيا، وكل واحدة كيفاش تستعملها، واللي هي الدروب والاخرى الرينيم اللي هي تبدل اسم حاجة. كي تجي باش تدروبي بانداز شنو يتخمم، تقول لك انا نتصرف في اللي ليني ونتصرف في اللي كولم. دونك انت كتحب تطي حاجه لازمك توضح لي تفسخ لي ليني ولا كل انا كقول له اكسس يقال اه تو سامبل مو معناتها راني نشوف فسخ حاجه في اللي زاكس تاع لي كل كل حاجه هذيك اسمها برودكت. دونك هو يمشي يشوف برودكت ويفسخ، تولي هنا تولي نيجليجاب، ماش موجوده برودكت هاي لهنا تصدقوني اللي تنحات كاتيجوري بعد كالوريز فوستون برودكت لهنا كاتيجوري بعد كالوريز فمش برودكتس. دونك تنحط اما ما بيرسيستيتش، معناتها انا شونجمون اللي عملته كان عاود راني من الاول نحي هذا اكس، كان عاود راني كل شيء من الاول. شو برودكت قعدت. دونك برودكت في الحقيقه ما تنحطش ومش يخليك بانداس نحي حتى شيء. سامحوني بانداز مش خليك تنحي حتى شيء ولا تبدل حتى شيء من غير افكتاسيون، خاطر يقول لك انا نحميك ونوفر لك جرب اسباس باش انك تجرب سيستم ساند بوكس، ادخل فتق مواهبك كي تحب انت يا خويا واثق من نفسك وتقرر انك الحاجه هذيك تحب تلتزم بها انا نقبل منك وقت سينو لا. مثلا انا قلت خلينا نجرب ندروبي الكولون هذيا وبعد ما مانيش عارف انا مش هكره سنتكس صحيح نعديها مثلا تصويره والتصويره هذيك نطبعها في وسط بي دي اف وذي الكل وانا مازلت ما ضريتش الدونيس صحيحه نتاعي خاطر الدونيس صحيحه نتاعي بعد نحب كيف كيف نجرب نطيح كولون اخرى ونخلي الكولون هذي. دونك انا ما نجمش نمشي نصنع دو دوني مختلفين ونشقعبها وهذه كوبي على هذه وداتا ان وداتا فينال فينال ودرشنية الدنيا مكلة بعضها. قولك انا سمبلي هذي كان نخدمه طيب يعدي الريزولتا هذيك ويحافظ على الدنيا. كان انا نحب نلتزم بالشانجمون اللي عملته بس تردها هك كان نكتبها كي اطو ما عادش. دونك انا كان نعمل ونجي لهنا في وسط داتا تكتشفوا انه كلمة برودكت تنح، دونك هاك برودكت تنحت ما عادش فما حاجة اسمها برودكت. علاش؟ خاطرني عملت الافكتاسيون. دونك اي حاجة باش تعملها راهي لازم تكون فما افكتاسيون. تو المشكلة فك ال سبويلتر المشكلة في هذوما اللي تيري انه يدلوني فما مشكلة ولا فمش مشكلة ولا فما حاجة فالور الغادي سبوزي تكون، خاطر فما شكون منكم بكريك قال لي راه جيوني لي فالور ناقصين كيفاش فيق بهم لي فالور ناقصين وكيفاش فيق بالنومبر الكبير نتاعهم اللي هما ناقصين برشا. ينجم يكون بالزهر 10 الاولى ناقصين، مي على مثلا 220 كامل
كلهم البيق الكل معبي، معناتها هاللي بوان اللي تراهم في الوسط كلهم معبي. وشيء الصدف انه هذم هما الفارغين هكا البيق كله معبي. انا كيفاش نجم نعرف الحاجات هذوما قبل ما ندخل كيفاش نصلحهم؟ فما حاجات تبعين بانداس لازمني نستعملهم، لازمني نقول ما ندخل نكتشف اخطاء اني جست نكتب داتا كهو. فما حاجه اسمها كولومز. اوكي نجم يكونوا مثلا لكولون مش الكل قاعدين يخلطوا يظهروا لي، مثلا الكرون تاعي انا صغير كرون ما يخلطوش يظهروا الكل. كولومز يعطوني لكولون الكل اللي كي جيت خمم فيها انا نجم استعملها على خاطر كم كله مثلا كولوم زيرو كولي برودوسر. انا مثلا تقني بعد نحب نعمل تريت مود دونك نجم نقول له اف دونك اف هذيك مانيش عارف انا سوبيريور ولا ايجال ولا حاجه كيما دونك داتا بوينت كولومز باش تعطيكم اسامي لكولوم الكل. لو انت تكتشف شنو هي الكولون اللي عندك ومنهم كان بعض تستحق اسم الكولون هذاك وبش يجي وقت باش نستحقوه به. فما حاجه اخرى اسمها شيب. شيب باش ترجع لك رجالك 221 10 وانت كان تغزل فوق شويه تلقى 221 روز فوق 10 كولمز. متى شيب باش ترجع لك قداش عندك من رو وقداش عندك من كولم. ليز هذا كيف كيف نشط كان انا مثلا نحب نحسب ولا نحب نفيشي للعبد اللي باش يستعمل لي الدوني نتاعي. معناتها انا تو تخيلوني نحضر لكم في الدوني هذا نحب نفيشي لك قداش عندي من حاجه حطيتها في وسط الداتا سيت اللي هما 221 نجم نجي نحط زيرو نقول لك 221 اللي هي الاستعمال الصحيح نتاعها وين تقام لي. يعني معناتها انا هذايا كاتيجوريز كيفاش حسبتها واحد كيفاش حسبتها واحد لو مشيت عملت حاجه كيما قلت قداش عندي انا في الداتا سيت نتاعي عندي واحد برك عندي دوني واحده برك هكا دونك كاتيجوريز باش تجي واحده. فما فونكسيونيت نجمو نستعملوهم كيما انفو. انفو هي بلوز مو باش تحكي لك حكايه تلخص لك برشا حاجات تقول لك قداش عندك من رو قداش عندك من كولم الكولمز نتاعك وتقول لك شنو هي فيهم والتيب نتاعهم شنو به. كي تقول لي انت عندك 221 الكلهم نون نول وركو انا لهنا قاعد نغزر الرافي وحدين ما فيهمش فالور معناتها فما مشكله قاعده تصير لهنا. اما انا مازلت مانيش شالق به به. قول لي بعد اللي دي تايب معناتها داتا تايب نتاعهم اوبجكت لهنا نجم نخمم فيها. معناتها ينجم يكونوا مثلا نستد اري تابلو فوس تابلو ماتريس اخرى داتا سيت اخرى كيما نجم يكونوا شين دو كاركتير. ما تفهم شونس انه هالتيري هذيا شين دو كاركتير خاطر جي هذي مادام يتكتبت بجنب نومرو معناتها شين دو كاركتير وكا كا هذيا كيف كيف ما تفهم شونس انه كي هما كلهم اوبجكت مثلا اللي كولون تاع كلهم شين دو كاركتير ما تيجي تقول لي 221 نون نيل انت غلط خاطر فما وحدين نيل وانا قاعد ندير فيه بيه. حب نصلحهم انا كيفاش نعمل باهي نجي نستعمل فونكسيون ريبليس عوض لي اي نعوض لك شنيا نعوض لي هالتيري هذي بيش باهي في نمباي. فما حاجه اسمها فلوت نان باش يولي هذيك الحاجه تنجم تتقرا اللي هي فالور نول كانك كتبت لهنا نال هكا باش يجيني اللي صار فما نان كذا 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 باهي نجيو لهنا ونعاودو نجربو قولو داتا بوانفو شوفو شنو باش تعطيني باقي هو شايف في نفس الحساب تو سامبلومون خاطر لازم اي شونجمون تعملو لازم تكون قابل بالتغيير نتاعو. دونك انا باش نقولو بدلهم هو بدلهم الكيك عاود راني تبدلت البيعة تو ولاو فما واحدين نور نيل
فما واحدين 18 منهم نوني ما تعلم 221 فما 18 طقم معبي أكو الباقي نول معناتها الكولونا ذي فيها مشاكل ذي فيها 215 بوها ما يقلقش يمكن واحدة ولا زوز خطأ مطبعي ذاك يسيء عادي معناتها البرسنتاج نتاعهم بارابور ال 221 شوي سكر وسيل وبورشن سايز ياسر طايح على الفالور نتاعهم معناتها بريسك الكولون فارغة ما فيها حتى شيء اسكو انا مش نجم نستعملها من بعد بون بورشن سايز انا حكيت لك الحكايه وفسرت لك قلت لك راهو العبد اللي قيدهم من بعد ما كملش كتبهم خاطر حس انه كلهم يحسبوا بيرسون جرام دونك زيد انه يعمر فيها الكولون اما السيل والسكر شنو حكيتهم فيهم مشكله ما ذوما دي كولون فيهم حاجه لازمني انا نفهمها كان بعد باش نعديها الحكايه ذي في كل فيها مات وكل الفالور هذوكم صاحبنا بكريكا سأل قال شني سبوزي يكون فيهم كي مش نعمل ستاتيسيك شني تتوقع مني باش نحط فيهم لاني راهو انت والشوان تاعك راهو كيما تنجم تولي تدروبيها بكلها الكولون ما تستعمليش كان تضر من الفيابيليتي نتاع التريتمون اللي باش تعمله انت تولي تحسب الموين تلقى فورمول باش انك تغطي بها الدوني هذيك تقول سبوزي انها تكون دوني ابري في وفوزيناج الفالور هذي وتلفق هلا وتقعد الحكاية عينك ميزانك انتي وكيفاش باش تتعامل مع الدنيا نتاعك انا بالنسبة لي لهنا سيل وساتوري وبورسون سايز الريليفنت سكر بار كونتر هو المشكل وهو الحاجة اللي لازمني نتعامل معاها انا من بعد اما هيت نبدأ بشوي بشوي نرجع للدوني نتاعنا نحن نلقاو لي فما سلاش تي اونتي سلاش تي هذه كي جست خاطر كالسامبل تابيلاسيون معناتها هو كي جي تكتب صارت هك كالتابيلاسيون اللي هك انداس ما فهمهاش ليه تابيلاسيون دونك كتبها اونتي سلاش تي او باش نبداو تو بشوي بشوي ننظفو في الدوني نتاعنا دونك نرجع للبرزنتيشن فما حاجه كتبتها انا اوكي ستيبس تو فور داتا سيت از كلين دونك داتا سيت سامحني مش كلين فحروف فيها حاجات ماهمش قاعدين ماهمش سيبوزي يصير وفيها برشا حاجات خايبي دونك كيما انا بكريكا بدلت التيري هذي حما بدل التي دونك ما صارش علاش ما صارش علاش ماهيش باش تتبدل باي ذا واي راهو لي كود كلهم معناتها الكلام باش نقولوا كومنت بالدات اذا كانت مجموعه تفهموا بعد ما تعدوا طب علاش ما صارش شونجمون بو خاطر بكريكا انا اش بدلت حاجه تفكتي كولون كامله لهني هو موش يرى فيها ان هي تفكتي كولون كامله بكيكا زادة بدلت حاجة ليزي تفكتي كلون كاملة ليزي تفكتي الداتا ست كلها معناتها الحكاية السلاش هذيك هي تفكتي جوست السيلو معناتها مفهميش كلمة سيدة بجنبها تيري فما كان تيري منتشر على داتا سيت كاملة دونك يقراها هو يبدأ يدور بشوي بشوي وين ما يلقى تيري يبدلها لهنا علاش ما بدلش الانتي سلاش تي على خطر ما نجمش يدخل للسيلول كما سيدة لهنا يلقى فيها كان انتي سلاش تي وبس الكلهم فيهم كلام مع انتي سلاش تي لو كان لازمني ندخل في وسط الدو ليني دو كولون كالوريس ونقول له راه في ليني دو كولون كالوريس فما انتي سلاش تي لصقها حاجات مهمين نحي الانتي سلاش تي وخلي لي المهمين هذيك ما نجم نستعملها كان ما نجم نعملها كان كي نستعمل الفونكسيون تاع لي سترينغ دونك لازمني نكون نعرف شويه فزيت على سترينغز في بايثون والريبليس نتاعي تولي معاش تصير على الـ على الـ على الداتا سيت كلها ما تولي جست تصير على الكولون كالوريز مولي بالكعبه بالليني ندخل ونقول له اي ليني 0 كولون كالوري بد ليني ا كولون كالوري بد 2 بد 3 بد وانا مش وهذاك هو شنو نحن تفيق بيه كان جست تعمل ريبليس على الداتا بكلها مش يصير حتى شيء بار كونتر كان جيل هنا وتفكتي
للكولون كالوريز أبو أنا ثم مرحلة كارني كتبتها اللي هي السؤال يطرح نفسه كيفاش نجم نشوف كولون كلها واحدة هي كاو. ممكن كان تكتب كان تكسيدي الكولون هي جزء انك تقول له مثلا حنا نكسيدي الكولون برودوسر نقول له داتا دو انتر كروشي معناتها اسم الكولون توجيز تجيب لي الكولون برودوسر واحدة ما معايش لكلون الاخرين وما معايش حتى شيء شيح دونك لهنا انا شو عملت قلت له داتا كالوريز ما تقولون كالوريز تعرف انت شو بتعطيها انت باش تعطيها هي نفسها اختها الداتا كالوريز مي باش تعيط للفونكسيون تاع سترينغ على خاطر انا كمشيت عملت الداتا سيت نتاعي بوان انفو نعرف اللي هما اوبجكت نعرف اللي هما بالعين ما ينجم يطلع كان ستريك دونك انا واثق من روحي دونك انا مش نقول له استعمل لي فونكسيون ستريك فوسط البيبليوتيك سترينغ فوسط لي فونكسيون سترينغ فما واحده اسمها ريبليكس ماهيش هي نفسها راهي الخاصه بانداس واحده اخرى تابعه لجماعه ستريك سبحان الله في السنتكس كيف كيف اش تاخو هي تاخو الحاجه اللي تحب انت تنحيها باش تعوضها وكي تيكي باش تراني هذه تقول لك مشيت مريقلة مش شايف يشيلك حتى شيء توا سبحان الله كان انا راني الفاريابل داتا توا في الكولون كالوريز بالذات تحديدا تطلع تلقى شتي تنحط انتي شتي تنحط اما ما تنحطش في الاخرين دونك انا توا لازمني ندور بالكعبه بالكعبه كل كولون نمشي نعمل عليه هي البريتريتمون تاعها دونك كنحاول نصلحوا المشكله دي في اللي كولون الكل شنو جبنا قلنا فور كول ان كولمز مهم بكريك شفنا اللي داتا بوان كولمز يرجع لي تابلو ولا تابلو ما تنجمش باركوري كي نجم باركوري نجم ناخذ اسم الكولون كي ناخذ اسم الكولون نجم نعوضها في داتا ولا هاني وليت النجم نراهم لي كولون الكل دونك نجم نعمل عليهم هما خدمه دونك كانش قلت له اعمل لور ردهم كلهم سامين يسكتوا عوض لي كالوري بحكي بالفارغ جي بالفارغ امتي سلاش تي بالفارغ انفيريور بالفارغ فيرغول ردها بوان علاش على خاطر فما كيما تلقى لهنا ويني 0.37 بعد كاننا نحب نردها فلوت هذيك معناتها ريال باش يقول لي الفيرغول ما نعرفش شكوني هالفيرغول هذي انا نقرا البوان دونك انا هذيك اش مشيت عملت مشيت حضرت الباز هذيك تنجم تسالني انت تقول لي كيفاش وصلت لها الفكره هذيا جست ركزت اول ما جاتني الدوني قعدت دريج من زمان نفلي فيه هك نغزر هكا نسليكسيوني منها نتلفت لهنا الغادي كل مره نبدا نزيد بالطرف إيه حتى أنا راني نحب راني نزيد نشوف كيفك بالطرف أما تفرج ما يعطينيش كل شيء يعطيني كل من الأول ومن الأخر ما تيك من الأول ومن الأخر سامبل على الأخر متى أنت تنجم تجي شوف العشرين الويلة ما يساعدك تشوف العشرة الويلة مثلا والخمسة الويلة تحب تشوف العشرين الويلة تستعمل فونكسيون اسمها هي كانت تخليها واحدة ديفو باش تجيب لك الخمسة الولا اما تنجم تعطيها عدد طويل ولي تجيب لك العشرين الولا ما نفهمه في باس فونكسيون كيف تجيب لي من الاخر اي تيل ذيل ذيل انت عدو نامني انا ده اللي عملت مسكليك وين ولا تيل الاخرانين كل اما الوسط الوسط هو اللي مش نقعد انا بالكرسور هابط بالطرف الرفع من الكل كي تحب تاخو راندملي ديليني تنجم تستعمل فونكسيون اسمها سامبل تعطيني ايشونتيون دوني ها جايب لنا ديز ايشونتيون جايب لي 49 150 نمرو 2 شو لهنا كيفاش تبدا تبدل احكي مثلا هنا تفيق بكريكه كي جيت خمسة الويلة خمسة الويلة خلاني ما شفتهاش
لهنا تنجم تولي ترى اكثر حاجه كيما فما اسباس بين الحرف والجي لكيلو كالوري يمتدوا فما دي فالور كبار فما دي فالور صغار بدينا شو مخمم فينا من بعد فما حاجات بالفيرجول فما في البورشن سايز حرف الجي فما في السكر مثلا متيسلاش تي نبدا نفرز بشوي بشوي في الدنيا تي نبدا نستوعب نجم نكبر في مثلا السامبل نتاعي ولا نقعد جوست راني فيها هو ديما اوزار يجيب لي سامبل مختلفين وبشوي بشوي نحاول نفهم الامبورتنس نتاع كل كولون وفيش نجم نستعمل الكولون هذيك باه نرجع كان الراني والبوكل نتاعنا اللي سامحوني اللي خلي كالوري وجي انت سلاش دي انفيريور وفيرغول نقاو في الاخر بكل ستريب كان تركزوا في اخر جمله انا قلتها بالكريكا يا فما اسباس بين الحرف والجي اي كانت تتنحى الجي مو باش يقعد الاسباس هذاك انا الاسباس هذاك كان بقى نقول له رد لي الشين هذيك كونفرتيه لي العدد ولا ريال ولا اللي هو باش يحل في الاسباس يقول لي راني الاسباس ما نجمش كونفرتي وكان كي نستعمل ستريب سي نحي توسكي اسباس وتابولاسيون اول الشين واخر الشين دونك شوفوا توا محليها نضايف الدوني تاعنا وليت مريقلة تحفونا نرجع للسامبل هاتا نجيبو اوازار كل شيء ولا تو واضح يتقرا مريقل يتفهم باه تو معناتها الخدمة نتاعي الداتا سيت نتاعي وليت كليينت تو نجم نولي نسأل اسئلة باش نجم نزيد نفهم بهم الدوني نتاعي وين تنجم توصلني لهنا هيت الساعة نبدأ بشوي بشوي نشوفوا قديش عنا من كاتيجوري في كل برودوسر كان مثلا السيدة عندها 10 ديس كاتيجوري و ديليس عندها زوز اسكو هذاك ينجم ينفليونسي حاجة من بعض ولا هيت نشوفوا اسكو نجم نقسموا الدوني بار كاتيجوري معناتها البسكوي جيبهم لي مع بعضهم الشوكولا جيبهم لي مع بعضهم هذو مديري برودكتس جيبهم من بعضهم بون علاش على خاطر ما نجمش ممكن نحكم على بسكوي كيما نحكم على حاجه تشرب ابريتو انت تنجم تشريهم الزوز ما متصوركش تشري زوز بسكوي تاكلهم زوز في الوقت دونك لهنا فما انفلونس نتاع الكاتيجوري هذا كل راهم ديما يقعدوا انتربريتاسيون بيرسونيل انا يعني عملتهم وخممت فيهم من بعد كي نمشي نعمل الاكسبلوريشن تاعي اللي هي طوى معناتها نجمو يتبدلوا لي زانتربريتاسيون دوك لكن نحن باش نعملوا يا محمد صلى الله باش نجاوبوا على الاسئله هذوما لازمنا نكونوا قادرين انه نقارنوا لي فالور هذوما معناتها انا كي نقول لك في 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 الكالوريز جيب لي اقل واحد عنده كالوريز بور لو مومون هذوما مازالو سترينكس دونك احنا لازم نمشيو نكونفرتيوهم نردوهم فلوت باش نجمو نقارنو باش نعمل خذينا الكولون كالوريز قارنا ردينا فلوت هي لا اله محمد رسول الله اول ما فرشنا الدنيا هذيا قلت لكم باه خلينا نعملو بوز دقيقه جوست كان فما شكون ما فهمش حاجه قبل ما تبدا الحكايه بالرسم تصعب شويه كان فما شكون ما فهمش حاجه thank you Stufa. Yeah. Affectation let's did please both work equally ما فما حتى واحدة بريسك خير من الأخرى. فماش كون عنده حاجة حبي يستفسر عليها just انت معناها لي كولون لي شين كل رديتهم فلوت معناها عليه واسك معناها اوكي يبدا عندك معناها حاجه من الاول شين وما تنجمش تردها فلوت معناها تكون هذيك منعشن منعش تكون معناها جوست شين معناها اسم ولا حاجه صحيح هكاك وتستحقها يا به لا
جواب انت كتبدا حاجه مثلا نعرفش اسم عبد ولا اسم مثلا هي string ونحن نعرفها اللي هي 100% string نراوها بالعين نراو فيها الحروف معناتها ما فيش ارقام وتفيدنا مي ما نعرفش انا مثلا كيما الاسئله نتاعكم انتوما تو في الشات نجم نعمل انا تقول انت علاش ما نعملش بوت يجيب في بلاستيك تلقاني انا نقري هو البوت يجيب فيكم انتوما في الزبله اللي ما كان باش نجيب سامحون انا باش نجيب الكلام والكلام هذاك عنده معنى وكل كلمه تلقاها عندها الفالور نتاعها وموجودين في كولون ولهنا باش نحل ريسنتلي ما عنديش برشا ملي بديت نتعلم في الدومين تاع ال NLP اكتشفت انه قوه ال NLP comes from feature engineering معناتها انت الفاليوز نتاع الريبريزنتيشن خلينا نقولوا نتاع الكلام هذاك كيفاش باش تردوا بيزيكلي مش معلش تستوف في الحاجه دي يمكن عنده راي صح من الراي 90% من الحاجات اللي تخدموا مثلا اللي زالغوريتم كل في اي ستيب باش تعملها نتاع داتا ساينس باش يستعملوا حاجات ماتيماتيك انا ذا اللي شتني اللي ريتو انه 90-80% منهم قليل في مش انك ترى حاجات ينجموا يتعاملوا مع مع الحروف معناتها وذوكم تقام اون ذا سيرفيس تولز انت تستعملهم الباقي كل شيء اعداد وكل شيء ارقام ودي فونكسيون هذه اضربها في هذه واجمعها في الاخر دونك كلام تلقى روحك في الاخر بكل لازمك تبريزونتيه اعداد دونك هو نون كاتيجوريكال داتا لازمك تردها كاتيجوريكال خلينا نقولوا نحن لهنا انت نحط لكم الليان تاع كتاب اقراوه ما عنديش برشا حتى انا ملي خديته وصلح لي برشا مفاهيم كنت طول نمشي للسوليسيون السهله معناتها ما خممش مرتين يعلمك انك يجيك تكست ولا حاجه ما تنجمش تستغنى عليها وتبدا كريمها مكسره انت كانسان تراها كيفاش نجم تتجاوز الكلام مثلا نجم نحدد نقول الباراجراف قداش فيها من كلمة كولون حشتي بها وهي فيها تكست نعرف روحي ما نجمش نعديها للموديل خاطر الموديل راهو مستعمل كان المات دونك ما نجمش نعديها للموديل ترى انا نعرف اسم العبد متكون من حروف والحروف هذوكم عندهم اوردر الفابيتيك برا نجرب نعمل الشوان تاعي نقول اسمك هو السوم تاع الاوردر تاع الحروف نتاع اسمك مات لو كان زكريا احسب انت زكريا نمرها قديش في الالفابيت وحط الشيفر هذاك في وسط كولون واستعملوه ديما يبقى راهو يرجع للتشويس نتاعك في الحاجات كيما هكا هذاك علاش ساعات حاجات تخطف من المرة الأولى وتغر بيك الحاجة أنها تخطف خاطر تخاف ديما باش تظهر وساعات تبدا أنت فاهم وتقول برا خلينا نجربهم الزوز بجست أني نشوف أني إفكتيف أكثر ليه محمد رسول الله وسألتني سؤال آخر أما نسيته سامحني كنت نجم أعاوده أخطأ أنه تكست مات سيبو تفكرت سألتني علاش اللي كولون انا اخترت اني نكونفرتيهم ديريال تخيل انا مثلا اكتشفت جاني عبد سونتيفيك يقرا في التسكية دوما الماكلة والاجرو اليمونتير قال لي راهو احسن ماكلة متوازنة فيها هكا بروتين هكا كالوري هكا درشني فورميول ماتيماتيك دونك انا ما نجمش ناخو شين دو كاركتير نضربها في كوفيسيون ما كوبليجي عليني ردهم فلوتس اخترتهم فلوتس اخترت ما نحبش نيجليجي لي فيرغول انا اخترت اني ما نيجليجيش لي فيرغول سمبلي على خاطر شفت انه ما فماش فيرغول واحده بسيطه معناتها ماهيش كيما مثلا هذيا مثلا 03 ولا هاي نرجع لها 09 فما واحدين فيهم مثلا زوز يمكن حتى ثلاثه بعد الفيرغول دونك قلت خليهم الفيرغول هذاك نجم يكون عنده انفلونس من بعد كان كنت نجم نحطهم انترا ويصير انفلونس راهم بعد راهم في وسط الموديل
اما ذيك شوى انا اخترت شوى ذيك قلت باش نخلي البريسيزيون ماكسيموم خليت الفيرغول دونك رديتهم فلوت وبيان سور رديتهم عدد نجم يتحسب في وسط فورمول ما عرفش كان فما اسئله اخرى حكم انه ديجا خدينا برشا راحتنا باش نجيبو قديش عندنا من حاجه يونيك جست نستعملوا الفونكسيون يونيك اما باش تحسوها من الاول هذه حاجه بيزار على الاخر علاش كتب داتا اونتر جيومي برودوسر بوان فالور معينه هذيك شنو تعمل باه هذيك يا سيدك يا سيدك انت كي باش تكتبها كيك اش بيجي اش باش يعملوا باش يجني باش ينجليجي لي كولون الكل باش يجيب الكولون هذيك هاو واي حاجه باش تكتبها على يمينها باش يخدم عليها دونك تخيل روحك تقرا من اليمين لليسار بالعربي يونيك يونيك تاع شكون تاع داتا برودوسر از تايب فلوت على شكون على كالوريز كالوريز هذيا لشكون باش ترجع باش ترجع الروحه اوكي دونك ابدا ستانس انك تقرا من اليمين بكل باش تحاول تفهم الحكايه هذيك علاش نعملوا فيها نحن دونك كي تشوف لهنا تلقاني انا عامل يونيك على داتا برودوسر باش نجيب على الكيستيون هذه قديش كل شركه قديش كل فورنيسور عنده من برودوي في كل كاتيجوري دونك بشويه بشويه ستيب باي ستيب هات نشوف قديش عندي من شركه اول حاجه كي عملت بوان يونيك اكتشفت ان ترجع لي الري تابلو دونك الحمد لله يا رب تابلو هذا شنو نجم نعمله نجم نباركوري اوكي دونك انا شفنا باش نباركوري ناخذ كلمه سيده نتصرف بها ناخذ كلمه ديليس نتصرف به هك التصرف كيفاش فما عبيد لهنا انا نحب بالرسمي كان عندكم شكون يخمم بالطريقه هذه ميساج قول لي زكريا اعمل بوز ولا عاود ارجع لي من بعد على خاطر هذه بالرسمي كروش المومنت وحاجه ملحه على الاخر ولازم تكون تفهمها السيسيون هذه صارت مش معكم انتم مش مع جي دي سي نيت مي صارت في بلايص اخرين وصارت قررت فوست كلاس اصلا والمشكل انه فما عباد سالت وعطات بروبوزيسيون هذه اللي هي ما لازمهاش تصير اش قالوا قالوا كان انا جبت تابلو معطيني خو كلمه سيده معناتها ندخل مباركوري التابلو نتاعي انا اللي هي الداتا سيت الكبيره هذه وين ما نلقى سيده في برودوسر نجيب كاتيجوري هذيك ومن بعد ندخل ونبدا نعبي فيهم بالكعبه بالكعبه فهمتني ولا وتو في الاخر بكل نلقى لي كاتيجوري تاع السيده ولي كاتيجوري تاع الديليس كلهم في تابلو نمشي نعمل لهم اليونيك نتاعهم هما وكملت That is bad ما لازمكش تخمم هكاك هي الفاصون اللي باش تخدم بها هي هكاك ما انت لازمكش تخمم هكاك انت شنو لازمك تقول انت لازمك تقول انا كان نجمت نجيب كولون معينه بس نجم نشرط عليه بانداس بانداس كي بايثون كي نفرض عليه تنش نقول له انا تو انا الباركوري التابلو هذايا اللي رجع لي في سايد اوف ديليس فعوز ما نجيب الداتا برودوسر نقول له جيب لي داتا برودوسر جوست كي تبدا اسمها سيدة وعدي لها هي الكاتيجوري نتاعها يونيك طيب يخرج كان انت ما نجمتش تخمم بالفاصون نتاع الليجو هذايا عايش خوي خذ نص ساعه ساعه من وقتك واقعد جرب 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 كيفاش نجم انك ما تمشيش تكتب بوك الفور عملاق على الاخر ما يتسامبلي فيها في الماكسيموم بوسيبل على خاطر كان ما تفهمش كيفاش انك تنجم تلمهم بشويه بشويه ما قلناش اعملوا في سطر واحد اما على الاقل انك تعرف كل حاجه شنو تنجم ترجع لك وتستعملها هذا كان بعد انت كي حتى كي باش تدخل باش تبع التوتوريال هو مش يجيبش يفسر لك يقول لك راني انا عملت مانيش عارف انا مثلا هنا حسبت سوم مثلا نقولوا فما فونكسيون هنا سوم ديجا الاخضر هي متنجم تكون فوالا كونكاتيناتهم جست تعملوا السوم نتاع اما نقولوا هما عديت وطلعت لي مثلا فالو اكس انت جيش تقول قلت يشبيه حسب سوم على هكا على هكا ما فهمتش انا شنية كيفاش عنده الحق يحسب سوم على كلام ولا على شيفر سوم تو سامبلومون
انت تعرف انه هذا مثلا التيب نتاعو شنو يونيك باش يرجع لك تابلو دونك سوم نعرفها انها تخدم على لي تابلو عادي تقبلهم دونك باش تخدم باش تتعدطو انت كان ما تنجمش تفهم الحاجه هذيك باش تتعب من بعد كان باش تفهم حاجه دونك خذ وقتك حاول تفهم انك البانداس راهو ليجو راك تركب في الليجو بيس باي بيس باش تخلط تعمل حاجه مي نتعدي دونك نحن لهنا وكيفاش فلتريناها الكل قلنا نعملو سب داتا سيت اخرى اسمها سيد اش فيها فيها لي كولون دونك هذي قولون حينها دونك فيها الكولون اني برودوسر وقتاش وقت البرودوسر تساوي سيد اه دونك جابتلي 157 الشيب نتاعها لهنا بدينا نطوره بشوي بشوي دونك انا باش لقيت كونفيرماسيون انه الحاجه هذه خدمت لي مشيت جيت عملت شيء طلعت 157 دونك بديت نفهم انه 157 كان نقسمها على 224 هي في بالي مشات لي 0.71 دونك 71% من الداتا سيت نتاعي جايه من سيدة هنا بدينا نقربوا توا الاجوبه نتاع اسئله نصور راهي جاتكم في مخكم أوك. نعمل انا حاجه اسمها ان يونيك شنو باش تعمل ان يونيك باش ترجع لي النومبر نتاع اليونيك دونك هات نشوفوهم شكونهم هما سا التابلو يونيك اللي فيه ثلاثه حاجات هذوما اللي هما يونيك بارابول شكون هما سا هذوما يونيك بارابول السيدة اخترنا وليد نخدم في الداتا سيت تاع السيدة هما يونيك انا مثلا حاجتي باش نحسب مانيش عارف النومبر نتاعهم مثلا نقسمو على 157 نعرف اللي ما عندهاش معنى مي نولي نعرف الفونكسيون ان يونيك تجيب لي النومبر نتاعهم مش كاين بديت نقرب على الجواب جواب السؤال كل شركه قديش عندها من برودوي اجا توا نحسبوهم فصوم منظم مش نحسب روحي انا ما نعرفش اللي فما داتا سيت اسمها سيده وداتا سيت اسمها ديليس جست مشيت حسبت كل واحده قديش عندها من كل واحده سمحوني قديش عندها من كل شركه قديش عندها من برودوي دونك نحن نعرفوا السيده عندها 157 وديليس عندها 64 باقي مو الجواب مقنع اذا نعملوا قديش نومبر دو برودوي في كل كاتيجوري بارابور للكومباني دونك انا شنو مشيت عملت مشيت كتبت بوك الفور باش نجم ناخذ كلمه سيده وناخذ كلمه ديليس وحدهم دونك منين نجيبهم هذوك نجيبهم من برودوسر بوين يونيك افيشيت لو كود كومباني بون جست برينت كنت نجم نقول له اي حاجه اخرى انا توهمت خليتها فيرست كومباني عملت داتا سيت جديده جبت فيها وين برودوسر معناتها الفورنيسور هذاك يساوي الفاريابل كومب اما كومب اش فيها بو كومب اش تتبدل المره الاولى اش فيكم فيها اش يكون فيها برودوسر بوين يونيك لولاني اللي هو السيدة دونك برودوسر بوين يونيك لولاني باش ياخو باش يتحط في وسط فاريابل نيو والنيو باش تفيشي لي الشيب نتاعها ومن بعد باش تصير نفس الحكايه على ديليس دونك هو كذاك اش قالك قالك هاي السيدة شفيها هاي ديليس شفيها دونك كان انا نحب نزيد موف ايفن فردر ونشوف قبل ما نتعديو نجيبو على الكيستيون تاع وين هي الكيستيون سامحوني قديش كل شركة عندها من برودوي وفي كل كاتيجوري نجم ندخل البوك الفور هذية ونبدل فيها ولا انا بكريك كيفاش حسبت الكاتيجوري جزء جيت عملت هكا كاتيجوري وان يونيك معناتها انا نجم ناخذ هذيا كود هذيا ونزيدو لهنا معناتها انا كان نكتب برينت شكون نيو نيو category point n unique
هو في شيلي قديش الكاتيجوري البرودوسر هذاك عنده من يونيك فاليو في الكاتيجوري نتاعو. باه دونك اكتشفت انه السيده عندها 3 ديليس عندها 4 دونك السيده عندها 3 برودوي غروسو مودو معناتها اما تبيع في 107 سمها 3 كاتيجوري من 50 برودوي وديليس عندها 4 كاتيجوري تبيع في 64 برودوي. باه هيتا ونخدموا عليهم اللي برودوي خنشوفوا شكون اللي عنده اكثر فالور تهمني هي ماكله ابريتو دونك جينا باش نحسبوهم حسب الكالوريز. دونك لهنا نحن باش نعملوا تري باللونجلي هو سورت دونك باش نستعملوا فونكسيون سورت فاليوز باش نقولوا له باش لازم يعمل على السورت فاليوز نتاعو. قبل ما نمشيو للسورت فاليوز الكاسحة هات نتعديو بواحدة ما أبسط منها نكتب سورت فاليوز قولو باي ايه قولو جيب لي كاتيجوريز كالوريز هون ونعدي شوش بشي عم لون كالوريز بشي عملها هي التالي وبشاف في شيء لي الداتا كلها كاملة صنو تري اللي عامله به مترين اللي هو عامله أصندو. دونك أنا شنين نجم نعمل نجم نمشي نقول له ascending يقال false وإلا يقال true. دونك كاني بش نعمل ascending يقال false شجيبهم لي في الوردر descendو كمش ردها يقال true رجع حملي في الوردر أصنو اللي هو الوردر بارتيفو. باه ما أنا كسألت أهل العلم قالوا لي راهو ماذا بيك أقل كالوري أكثر بروتين. شو معناتها أقل كالوري أكثر بروتين؟ معناتها أنا لازم نجي لهنا كي نكتب بروتين أكثر بروتين شو معناتها؟ معناتها ascending false أكشي جيبهم لي؟ أنا اللي عنده أكثر بروتين دونك 9.8 9.6 وانتي ماشي باه هذوما اللي عندهم أكثر بروتين من لازم هو يلقى اللي عنده أقل بروتين سامحوني أكثر بروتين وأقل كالوري. دونك لاكس نتاع الكريتير ولا زوز أنت يقول قايل إيش باش تعمل باش تاخذ تابلو هذا وباش تعاود تابليكي عليه التري بارابور الكالوري ولا باهي أنا نقول لك بسيطة الحياة جدا الكلمة باي هي ايش تقبل تابلو نتاع دي كولو معناتها انت تنجم تجي لهنا راه تحطهم 27 كولون راه ما في يكلمك حد. مي انا قررت شكون باش نختار كالوري وبروتين الاسندين كيف كيف تاخو ري نتاع انت شوا في كل كولون شنو تحب. دونك انا شنو نحب اسندينغ ترو باش يكون الكالوري شويه بروتين نحبه برشا دونك اسندينغ فولس. هذه النوتاسيون هنا تنجيوها شويه لحظه دونك شو هو شنو يجيب لي جماعه عندهم بروتين طالع لو ماكسيموم في الجموعه اللي عندهم كالوري لوط. دونك وين تنجم نراوها نحكي هذيا ولا شوفوا هذا عنده اكثر كالوري يا سامحوني عنده اي فوالا عنده اكثر بروتين واكثر كالوري هذا جست خطر عنده أقل كالوري بروتين ذر قبله ميم سي أنا صحيح راني نحب نركز على البروتين أكثر ما هذا عنده أقل كالوري دونك ذر قبله صحاني أنا مش ما نشوفش الريزلتات الكبيرة بكل هذا وما نقعدش نستعمل فونكسيون هيد لهنا مثلا نجم نقول له هيد يجيب لي كان 4 يجيب لي كان 4 دونك أنا شنو فضلت إني نعمل نجيب لكم انوتاسيون جديدة اللي هي هذي. دونك هذي انا مش نكتب لهنا هي كولومز كولومز والاربعة هي قديش عندي من ليني نحب نجيب كاتليني دونك نحب نجيب لي كولون كل وكاتليني كرنا باش نجيب لي هكا. دونك هاني نجمت نشوف
كالوريز وبروتين كيفاش قاعدين يتحركوا. باقي مانيش قاعد نجاوب في اجوب في الاجوبه اللي لازم نجاوبهم. والحاجه اللي بشاور لكم توا هي كان انت معناتها تجرب مره باثنين الاول ما تدخل في الديريكت شتولي تجي تقول السلام عليكم بوان انفو نظف 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 كالريبليس كالفازيت هذوك اللي شفناهم من فوق اليوم هذا. ومن بعد تولي تحب طول تدخل تجاوب في الاسئله اللي في مخك اليوم هذا. ترى جيب لي في البرابور للبرودوسر وبرابور للكاتيجوري اقل فالور اكثر فالور المين نتاعهم معناتها الفالور موين التاي نتاعهم باه التاي نتاعهم والفالور نتاعهم والمين والماكس يدي فاش تحسب انت باه اش بيصير. هو كي انت تجرب تعمل روجروبمون باش يخولك الجماعه اللي هما فرد برودوسر فرد كاتيجوري ويلمهم مع بعضهم معناتها هذا ديليس وديري ديري برودكتس باش يلمهم زوز مع بعضهم دونك باش يعمل ميني داتا سيت فيها كان جماعه ديليس ديري برودكت ديليس كربونيت درينك كيف كيف في داتا سيت واحد السيده درشنيه كيف كيف في داتا سيت واحد. علاش مش انا كي نحسب الماكسيموم ما يطلع لي كان في الداتا سيت هذيك دونك هاو الريزلتا نتاع جروب باي شنو باش ترجع لنا رو جروب بار برودوسر خاطر القيمه تاع برودوسر هي تنجلوبي القيمه تاع كاتيجوري به فوست ديليس شعمل تخل كل كاتيجوري ولم جماعتها وحده تخل فوست سيده ولم كل جماعتها وحده منهم جاوبني على السؤال سالته وانا بكري قلت قديش كل شركه عندها من كاتيجوري بف عم طلعوا لهنا المين معناتها الفالور مينيمال اللي ظهرت بربول كولون كالوري الماكس برب كيف كيف الفالور موين والسايز ابريتونا قداش عندي من كعبة في الكربونيت الدريك. هذا هو طو اللي نحن بالحق نحبه نبدأ نفهمه. كي نغزل انا مثلا هنا 36 في الديري برودكتس وانا مثلا نحب نلعب عليهم الديري برودكتس شوش نلقى نلقى الفالور مين 14 الفالور ماكس 730 دونك الفالور موين باش تجيني في 117. هنا نجم ندخل نبدا نسال في روحي في الاسئله بارابول ديستريبيسيون تاع لي فالور في الكولون هذه جماعه الديري برودكتس كيفاش صارت لهم ديستريبيسيون باه باش نحاول اني نفوت حاجات متواضحين برشا كيما تايب جست فونكسيون ترجع لك التيب نتاع حاجه باش نبدا نبني ونسالوا في الاسئله باه فيكم شكون سالني اكثر سؤال يتسال قال لي كيفاش نتعامل مع دوني ناقصين. انا باش نعاون اصحابك باش نقول لك كيفاش تعرفهم انت لي دوني ناقصين من اصله خاطر هو ذاك هو البيربس نتاعك في الاي دي تحاول تعمل ايفالواسيون لو ماكسيموم للداتا سيت اللي تخدم به. انا الداتا سيت دي نلقى فيها برشا مشاكل كان فيها دي دوني ناقصين زاد كيف كيف برشا يولي ماش مساعدني واش نخدم بها كلها مشاكل كلها دوني ناقصين طايش علي ماش ساعدني. دونك انا شو شنو باش نمشي نحسب في كل برودوسر دونك باش نمشي نحسب في جماعه السيده باش نمشي نحسب في جماعه ديليس ايوا شنو باش نحسب إزني معناتها اسكو هي الفالور نول ولا السوم نتاعهم. كي تمشي تدخل انت في كل واحدة وتمشي تحسب السوم نتاعهم شنو تنجم ترجع لي تنجم ترجع لي تابلو كيما شفناه بكريك واش ترى التابلو اللي شفناه بكريك اعمل له سورت باهي هذيك ترى ما نجمش ترجع لك حتى شي خاطر ما فيهش بريت البرنت المزيانه حطيناه لهنا وتنفصلكم علاش عملنا بوان اندكس بوان فاليوز اما شوفوا شنو رجعت لي سامحوني ما رنيتش عليه دونك شوفوا شنو باش ترجع لي قالت لي بورشن سايز في 64 ساتوري في 61 سي في 57 سكر في 34 انا لهنا جبتهم تري دونك لهنا نجم نبدا نخمم بورشن سايز قلت باش نستغنى عليهم بكريكا بار صحه ما يسالش استغنالها ما خلقش وسير كيف كيف جيت في السكر هي اخر واحدة واكثر اقل واحدة فيها بالور نقصين
برابر كاي مش مش مرة ذي اللي فالور نقصين معناتها مش يقلقوني يس 34 هذه زاد كيف كيف كنت نمشي ندخل نحسبها كبرسنتاج معناتها لهني فعوض ما نقيدهم 34 نمشي نحسبهم مثلا عدد مثلا نقول لك اللي هما يجيو 37% ولا نعرفش قديش بالمئة حسب اش صار لهني التابلو هذي اللي هو بارتي من الداتا سيت اللي هي سب داتا سيت عندها زوز حاجات عندها كلام سامحوني عندها كلام تكتبه لهني وعندها دي فالور تكتبهم لهني الكلام اللي تكتب هو الاندكس اسمه والفالور اللي تتحط هي الفاليو متى انا كان النجم نجي لهني لحظه نقول ده سامحوني البروديوسر دو زيرو جيب لي السيد اول ليني فيها السيد دونك هذي انا بعد نجم مثلا عش انا سمع على حكاية ولا اللي هو ونا اللي نجم فعض ما نطلعها مع ديدا كذا دو برسنتاج وسنة بكريكة انا قلت كلمة قلت لازمني نعرف الديستريبيوشن تاعي انا صحيح نقصتني خطوة ونبدأ نشمر على ذراعاتي ونبدأ نعمل في التسكية ايميل وقيت اني نبدأ المشكل فيش فما ساعات دي دوني يجيوك به مثلا نقول على حومة مدينة به مدينة مش حومة المدينة ذي نحبوا نصلحوا مشاكل الشغل فيها سبحان الله اكتشفنا انه فيها مثلا 3 اغنى عبيد في العالم جزء في المدينة ذي كيعيشوا اسكو اللي فالور ذي 3 اغنى عبيد من العالم عندها انفليونس ما تنجم توصل عندها انفليونس بالطبيعة لخطر كان هما اغنى 3 عبيد في العالم يخلصوا برشة فلوس مكلفت لي يخلص برشة فلوس وانا ما بش نحسب على السالير بشي قنفلي الحزمة تاعي كلاس جايهم دفوار صعيب الدفوار أحسن نوت فيه 20 مي ثاني نوت 14 ومعظم لي نوت يحوصوا ببينات مثلا 8 ولا 14 هذيك اللي جاب 20 شنو حكيته فسكة أنا نعرف ليه فسكة نعرف اللي هو باش يفسد لي الحسابات نتاعي أنا ما نجمش نقيس عليها الكلاس هذيك مدين فما شكون فسكة دونك الفالور موين مش تعطيني الصحيح خاطر اللي نجم يكون هالسبعة مية هذايا وفانت كون تلقى منه 3-4 كهو في السبعة مية حوص والبقية اللوطة لو كان لازم نراه الشيء هذاك مش نجم نراه ونني نعمل إليميناسيون لهم لازم نتعدل الفيزواليزاسيون في الفيزواليزاسيون فما حاجات بازيك انتاجم تعملهم بالبانداس اللي انا لويس اش عمل لويس ومثلا شوفوا لهناش باش يجيب لي تصوير شيماتيز شي يعمل هو دايما لديس هذا ليكس هذا حتى لديس من لديس زيرو لديس ما قديش كيفاش مفرقين السوم تاع الكالوري اسكو فسرت لي حاجه لا ايه كيفاش نجم نبدل تو ما نحبش نعمل خط نحب نعمل حاجه اخرى بلو كايند قول له كايند وشنو هو الكايند انا لهنا باش نقول له بوكس باش يعطيني تو ايوا تو باش يولي يحكي معايا بلغه الستات نتاعي تو نجمو نفهمو بعضنا عطاني لهنا الفالور موين قديش عطاني كارتيل وين اسمعتوني كارتيل وين والكارتيل الثاني وين والفالور الكبيره بكل وين باش تطيح افبري والفالور الصغيره بكل وين باش تطيح والديستريبيسيون تاع لي فالور وينهم معناتها انا عندي من 500 فما فوق مش قاعد يصلح لي في شيء لي فالور هذوكم بعد نجمو يغلطوا الموديل نتاعي دونك نسميوه اوتلايرز دونك نطيرهم زيد
ما يصلح ليش الفالور اللي لطب وكل زادة كيف كيف. جيت نعمل فيه اتود منش عارف انا على العباد وقديش مثلا يخلصوا، نحسب في عباد اقل من 18 ما يميش لوجيك، ما انت دوك مازالوا ممش اهبة انهم يدخلوا يخدم نجليجين. مي هك تشوف كاليتين تاع الجراف لي متاع الله هك، علاش انا ننصحكم انه نمشي ونستعملوا حاجة تحفون على الله اسمه بلوتلي. دونك ان فما شكون فيكم بكري كسألني قال لي على ار وكل فما راهو اللي قلت لي بيبليوتيك تلقى حتى بايثون وار زوز كيف كيف. خلينا نجيو لهنا نشوفوا في بيزك شارت جست حاب نوريكم الفقره اظهر لي رانيتونا ديجا بوكس بلوت اوكي فوالا اوكي خاطر برشا حاجات نزلت فيهم. شوفوا لهنا شو مشيت عملت، مشيت جبت دوني يحكيوا على بوتيك فما عملوا برومو، عملوا برومو ريت بون هو يشيماتيزي برومو 50% برومو بلو هو اللي اباف 50%. واش قلت له انا لهنا؟ قلت له اعمل هو اللي 3 دي، شو الفرق بركه، شوف الفرق بين التصويره هذه وشوف الفرق بين التصويره هذه. التصويره هذه شوف نهضة وركة خطر عامل زوم شو كيفاش جيبه معنا 3 اكس 3 كولور ديفيرون برابور للبرومو نتاعهم. دونك انا شو وليت نجم الرا، وليت نجم الرا انه شوف معايا لهني برابور للفما دوز اكس معينين الزوز هذوما زوز عبيد هذوما مخلوقات هذوكم يقلقوا. اما كان نقلب الجراف نتاعي هك باش نلقاهم كلهم مركزين فوق بعضهم ونجمش نفهمه الكولور فاش عاونتني لهنا. الكولور خليتني قبل ما اني نعدي الالجوريثم تاع كلاسترينغ وليت نجم نرى انه فما جماعه ينجموا يتمشيو مع بعضهم، مش بالضروره انهم كيما لو انتم هنا، مي فما دي بوان ينتشروا بحض بعضهم لسقين لبعضهم برش. دونك نتصور كان نعدي عليه كائنين تو يسمح لي اني نعمل كذي 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 كي نحط الكرسور على حاجه يوريني البرومو ذيك اش فيه. دونك انا لهنا شو قال لي ريفينيو برشا وماركتينغ سبيند برشا، لهنا كي نهبط نكتشف انه الريفينيو يتيح والماركتينغ سبيند يتيح، هذا كيف كيف زاد اوتلاير. هذم الاربعه معناتها اوتلايرز ونجم طيش، هذم لهنا اللي منعدمين كيف كي لوطا برشا اوتلايرز ونجموا يضيعوا لي الموديل نتاعي. دونك تستعملوا بلوت تحبوا تعملوا فيز على الاغلب باش تلقاها بتستعمل في بلوتلي جوست خاطر هو انتراكتيف بالمود اكسبريس نتاعو. دونك شوفوا البوكس بلوت كيفاش توا ولا نجم يطلع جوست ياكل شويه وقته. شو كي نحط على الاقل الكرسور يوضح لي العمليه ايش صارت، يقول لي انه دونك يفسر لي هو انه الكارتيل منين لوين باش يبدا، الميديان وين، النمبر مينيموم منين، الماكسيموم وين، ونجم يخليني اني ننتركتي مع الجراف. معناتها انا كان سيليكسيوني هيك بون في البوكس بلوت ماستا هي راه، وكان سيليكسيوني هيك يزومي لي في التصوير نتاعي. نجم تشوف الحكايه هذيك اكثر لهنا. شوف عندك البوان هنا مفرتين على بعضهم، انا نحب ما فديت نحب نركز عليه البوان ذاك، نحب نركز كان على ثلاثه للوط جو سيليكسيون اكا سي بون تفضل. طو انا وليت هذه نجم نكسبورتيها هذيك بيان سور، نبدل الاكس والجرين نتاعي نكسبورتيها سي بون الرابور نتاعي حضر. دونك ديسكونيكتيني وانا اوكي ما نحب نوريك، حبيت نوريكم حاجه اخرى عملناها نحن في الفيز ما لقيتهاش. مش مشكل دونك وي
طبعا حاجة آخر 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 حاجة وهي تنجد تكون من أهم الحاجات اللي لازمك تخمق فيهم هي الكوريليشن الكوريلاسيون معناتها قديش بانداس خطر بعد فما دي بيبليوتيك حد أخرين نجم يطلعوا لك كوريليشن أصح يقول لك أنه فما ربط ما بينات كولون وكولون أخرى مش قديش يصلح لك راهو في النجاعة معناتها مش مثلا كولون هذه راهي عندها انفلونس هك لا قديش الكولون هذه والكولون الأخرى بيناتهم ربط دونك ذي خدمة على داتا سيت أخرى ديجا شوفوا خاطر الله مصلى على النبي فيها برشا دي كولون كيفاش تخدمها على داتا سيت نتاعنا بون واضحة بالاسم معناتها الكالوري الليبيد الجلوسيد والبروتين كلهم عندهم علاقة ببعضهم نجمش تلقى كالوري واسم البرودوي عندهم علاقة كبيرة ياسر رغم وكأو انت ما تحبش تتفاجأ نجم جيس تعيط الفونكسيون بون كور اتاو يعطيك الكوريليشن الكوريليشن كي بشي يرجح لك بشي يرجح لك في حاجة ما تنجمش تفيشها بشي يرجح لك في نوعا ما ماتريس هكا الماتريس هذيك باش انك من جوست تفيشها بانداس عادي معناتها هكا تحب تفيشها بفاصون مزيان تنجم يا تستعمل بلوتلي هيت ماب ولا تستعمل بيبليوتيك الاخرى اللي هي سيبورن اللي سيبورن تنجم اسهل من بلوتلي كان تحب تعمل ماب دونك انتراكتيف وورد ماب كاللي كنا نقراو بهم في الجغرافيا قبل اللي حصر تحط تولي الكورسور طبعا على البلاد يقول لك الدوني في البلاد هذيك قديش لهنا استعملنا هيت ما باش نشوفوا قد ما تقوى الـ قد ما تفتح البلوك الصغير هذاك قد ما تقوى الكوريلاسيون ما بينات الكولون والكولون هذيك اتعليش الدياغونال ديما باش تلقى بيضة خاطر الكولون مع روحه عنده كوريلاسيون قويه برشا و ذاتس او I think الكبار عندي PDF فيه cheat sheet يفسر لكم الفيز كيفاش you don't have to worry about it بالرسمي الفيز جست تدخل هكا تدخل تمشي تشوف الكود تاخد تبدل الكولون كذا تزيد تحسن شوية والسلام وبعد جست تقعد تلعب بالدونين تاك تحاول تفهمه مش نيفة و that's it دونك كان فما اي questions now or never أصبوان نعرف نفسر هنا معناته أبارمو بالكو شيء يعطيك الصحة على الفرماسيون ياسر طيارة عايشك ستفر عايش فوق قبيلة قلت لنا فما كتاب معناه قريته على NLP أوه يس 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 توا تفكرت ومادامك أنا تلي شارجيت وراء الكتاب لي موديل هذوما اللي نشوفوا فيهم الكل ما نعرفش السيد اللي سال مي بون ان توكا هيك السيسيون انريجستريت تعاود يتفرج فيها لي موديل اللي نشوفوا فيهم الكل في الماشين ليرنينغ من بعد كلهم اباز نيميريك معناها الموديل حاجه كي ماهيش نومر وماهوش باش يفهمها فهمت معناها حتى من بعد في الديب ليرنينغ التكست بيدو باش يردوه نمبرز فيكتور نتاع نمبرز مثلا باش نشوفوا سيميلاريتي ما بين الكلمات مثلا عندك كار وباس مثلا والا كار وكات سيمانتيكمون الكار والباس عندهم علاقه ببعضهم فهمت كيفاش نحسبوا الديستانس هذه بالامبيدنج معناها كل كلمه تولي عندها فيكتور يونيك معناها نتاع نوامر وبهم هما نحسبوا الديستانس هذه ديتاي صغير معناها للجماعه اللي سالوا علاش يلزمنا نكونفيرتيو معناها للنمبرز وفيت عندي أنا خدمة تاع NLP نحب نوريك فيش حسبتها فهمتك عايشك ستوفا وعايشك زكريا على الفورماسيون ياسر طيار Thank you مرحبا مرخيتش لهنا نحط لكم تاع الكتاب هي رايحك خاطر أنا تلي شاجيته من أنا عندي كوبي أما بعطل شكون تلي شاجيته من الانترنت يجب
تفكرتها معناها نحن في الاخر يدوكم الليفالور اللي ناقصين اذا معناها اذا لقينا شويه معناها الليفالور معناها لقينا شويه البورسنتاج نتاع الليفالور اللي موجودين في كولون نوليو ندروبيوها الكولون هذيك سينو معناها نعبيوهم بالافريج ولا نختاروا فالور هكيك معناها نحطوها به. وفما راح جيت انا اخترت اني ما نوريهمش كيما مثلا يجيك يقول لك حط السيكس نتاع العبد يكتبوا اوم ولا فام انت لينيت نجم تعمل الريبريزنتيشن تاعك تقول راني انا اخترت اوم هو صفر فام هي واحد وتبدل هكا كان تيكس ترديت وانت عدد ذي انت باش تستحقوا بعد اكثر شويه تزيد تفهم حاجات اخرين اكثر باش تعرف علاش نحن عملنا الشوه هذيك. ولا مثلا يجي يقول لك هذيك اللي شفتوهم بكريكا برومو ريد برومو بلو برومو درشني بون انا هما ثلاثه انواع وانا نعرفهم في الدنيا فما كان ثلاثه معناتها باللي دي خرجت انه ما فماش كان ثلاثه هذوك اللي هما برومو نو برومو برومو ريد نمشي ريبريزونتي 0 1 2 ولا 1 2 3 ولا نفطن انه كان ريبريزونتيهم هكاك تدخل الدنيا بعض دونك نمشي نزيد نحسن شويه اخرى مش بالضروره ديما راني باش ندروبيها معناتها الكولوم هذيك ساعات نجم تكون لازمها تتحط صفر معناتها مثلا انت ما وضحتليش الدوني هذيك انا لازمني باش نخرج ريزلتا ناخذها اون طونك زيرو معناتها نوت اتيديون ما تحطتش اش معناتها هو مش ابسون مي نوت ديتيديون ما تحطتش صفر الله غالب ما نجمش سينو نحسب مثلا موين الكلاس باش نطلع الكلاس هذيك باهيه ولا اللي هو دونك شنو نحط لك صفر ساعات لي نحط لك مثلا كالفازة كلينا انا ديما نتمنى ان تصير يعطيك احسن عدد هذاك شو نتاع البروف هو اختار انه يعطيك احسن عدد ان شاء الله ديما هكاك وان شاء الله نكون جاوبتك على سؤالك عندك هذيك صح مش حتى حد عنده اي استفسار ساعه استوفى بلي قول لي كنت حل الليان تاع درايف اللي بعته ليجل سوري ادريكومند انكم تبداو به معناتها الكتاب خاطر تغلطوش غلطي أنا بديت نتعلم بالتجربة برشا وحقرت أنه نمشي نقرأ على حاجة ما نجربيش كان في الأخر بكل هو ديجا باش يعطيك كود معناتها فيه كود دونك نجم يسمبليفي لك برشا حاجات ما باش تخلط تفهم الكتاب نتصور أنا I covered most things وهو أصلا الكود اللي يكتبه في وسط الكتاب commented بالكدي ويحكي لك فما description و يعطيك ساعات لي فورمول يفسر لك علاش وقتاش كيفاش سو شكون نكونوا استفدتوا بالجدي اي هاد فان ان شاء الله نتلاقاو في وركشوب اخرى يعطيكم الصحه اللي بقيتوا معنا ديجا الوقت مخر برشا ثانك يو ايمان خير اوكي صباح الخير يا جماعه خير بالنهايه